اقفوا جنب اي حد عنده سمنه في بيتكم، ارجوكم ادعموه، ده مرض، مرض خطير ومرض مزعج جدا. منظمه الصحه العالميه تصنف السمنه والسكر هو وباء يجتاح العالم. العين اللي عنده سمنه وسكر هو عنده 52 مرض جميع اجزاء الجسم. حضرتك اختار اي عضو في الجسم وانا اقول لك تاثير السمنه عليه. الرابط بقى اكثر من وثيق بين السمنه والسكر، اكثر من وثيق. مرض السكر من النوع الاول هو ممكن يتحسن مع جراحات السكر والسمنه اذا كان مصحوبا بوزن زياده. لو قلت لي اختار اثنين مرضى لا غنى لهم عن تحويل المسار، المريض اللي عنده السكر، عنده ارتجاع في المريء، شارف في اكل السكريات. جراح السمنه المحترف لازم يكون فنان وذو رؤيه. الدكتور ياسر عبد الرحيم استاذ جراحات السمنه والسكر والمناظير والاورام كليه الطب جامعه عين شمس، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. اهلا بكم. الفيديو ده اللي عملوه اذكياء جدا، وخلونا نتفرج على الفيديو مع بعض تاني عشان نفهم هم بيفكروا في ايه. الدخله بتاعت الفيديو الاخراجيه دخلت خطوات مرعبه لام او ست، تبين انها الام للطفل ده. طفل قاعد شكله جميل، فتحت صندوق او فتحت كيس وطلعت من الكيس اغرب شيء ممكن حد يتخيله في حياته، عده ادمان. المدمنين عارفين كويس جدا، وكل الناس عارفها من السينما، تذكرة الهيروين بتتفتح، طفل قاعد وهي بتجهز بتسخن الهيروين، الطريقة المعروفة اللي موجودة في كل السينما دلوقتي في كل التمثيليات المصرية والأجنبية، وبتجهز الطفل عشان تحقنه هيروين. معقول أم هتخلي ابنها يبقى مدمن بالشكل ده؟ بل إيه ده؟ ده حطت حاجة في رقبته وقدمت له الهيروين العصري دلوقتي، ده الهيروين. الصورة الأخيرة لو سبتنا عليها وريناها تاني، ده فاست فود، ده سندوتش فاست فود. اللي عمل الفيلم ده مختصر جدا عايز يقول إنه هذه الأكلات السريعة تماثل في خطورتها خطورة المخدرات. والأم لما بتجيب لابنها وهي جاية له من بره سندوتش من هذه السندوتشات الفاست فود، هي بتقدم للطفل ده مخدرات، لأن الطفل بيدمنها. كل الوجبات السريعة، كل الأكلات والسندوتشات الموجودة في المحلات المشهورة فيها مواد تدعو للإدمان، فيها كمية سكريات عالية، والسكر ده مادة مدمنة، فيها كمية نشويات عالية جدا، دي مادة مدمنة لأنها بتخلي الإنسان تاني يوم في نفس التوقيت عايز ياكل نفس السندوتش، ويبدا المساله تزيد، فما يكفوش سندوتش واحد، عايز كمان واحد. الطفل خلاص اتبنى جسمه على حاله ادمان مدمن مزمن للسكريات. فخلي بالكم، الاسره، الام، الاب قد تكون الديلر بتاع الطفل، بس الماده مختلفه. بدل الهيروين هيكون حاجه لا تقل خطوره عن الهيروين، وهي السكريات والفاست فود، والنتيجه النهائيه سمنه. النهارده حوار
مهم جدا مع حلول السمنة، وخصوصا عندما تصل السمنة إلى مرحلة البدانة المفردة. موربيد أوبست، كلمة موربيد على فكرة في الطب كلمة مخيفة. موربيد يعني قاتل، موربيد يعني ممكن يموت. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحة السمنة والسكر والمناظير والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيك صديقي العزيز وعشرة العمر الجميل. أهلا دكتور أيمن بيه، طبعا حضرتك عشرة عمر وصديق قديم من زمان، بس أنا أكبر منك بكتير. أنت يا باشا ده احنا 25 سنة. الله يخليك، ربنا يديك الصحة ويخليك. ولو إن احنا يعني نشوفك أقول لك نفس العمر، شوية الشعر البيض. ربنا يديك العمر دكتور أيمن ويحافظ عليك دايما. اللي أنا قلته ده صح؟ طبعا طبعا. احنا قلنا النهارده يعني الفيديو فعلا فيديو رائع جميل جدا، ان النهارده الفاست فود والسكريات والحياه اللي احنا عايشينها لا تقل ابدا خطوره عن الهيروين والادمان وادمان الفاست فود. نتيجه ده متلازمه اللي احنا بنتكلم عليها دايما اللي بتطلع النهارده، اللي هي متلازمه السكر والسمنه، او اللي احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت على متلازمه الاي دي ميتابوليك سيندروم، اللي هي اربع حاجات: السمنه المفرطه مع السكر من النوع الثاني، مع زياده في ضغط الدم وزياده في الدهون في الدم سواء الدهون الثلاثيه او الكوليسترول. والنهارده زي ما انا وانت كنا بنتكلم قبل الحلقه، النهارده الحلقه الجباره اخترنا اللي هو العلاج الجراحي الفتاك للسكر والسمنة، ألا وهو تحويل المسار. الله على تعبيراتك الجميلة. لا طبعا، تعبيرات الأكاديمية الجميلة دي. طبعا علاج الفتاك. طبعا. بص، هو مرض فتاك ووباء، فكان لابد للطب من أن يخترع سلاح فتاك ودمار شامل لهذا المرض العيل والسكر والسمنة. ومن فضل الله قدرنا نوصل لحاجة اسمها تحويل المسار بأنواعه المختلفة، وتحويل المسار بأنواعه المختلفة سواء الكلاسيكي أو المصغر أو ثنائي التقسيم هو فعلا سلاح الدمار الشامل، وهو السلاح الفتاك ضد هذا المرض اللعين اللي هو السكر والسمنه. والنهارده زي ما حضرتك عارف الحكومات بدات تتنبه، زي ما احنا حاطين قوانين وصلت في دول كتيره ان بنعمل اعدام لمدمن الهيروين، في الدول في اعدام برضه نفس، بس للاسف ان مدمن السكريات والحلويات مش قادر نعمل له اعدام، ولكن لابد من مجابهه هذا المرض بس بطريقه صحيه. يمكن المخدرات بنقابلها بقانون قوي، سجن. احنا طبعا ضد اعدام المدمنين، المدمن مريض، خلي بالكوا المدمن في الفحص. انا قصدي على التجار بس. لا التجار، اعدام التاجر المخدرات. لكن بالظبط كده، اعدام التاجر. ولكن احنا بقى عندنا هنا يعني هنعمل سلاح طبي اللي هو ايه؟ عمليات تحويل المسار، هي السلاح الطبي الفتاك ضد وباء السكر والسمنه. وقلنا ان عمليه تحويل المسار، يمكن تحويل المسار المصغر، تسمى العمليه الذهبيه لعلاج السكر والسمنه. وهذه العمليه بنعملها في المرضى اللي عدوا 20 او 30 كيلو فوق وزنهم الطبيعي. اذا كان المريض عنده ارتجاع في المريء اللي بتقلل الضغط داخل المعده، واذا كان المريض مدمن سكريات، واذا كان عنده السكر. طيب احنا الحلقه اللي فاتت قلنا ان السكر من النوع الثاني المصحوب بالسمنه ممكن اعمل له تكميم او تحويل مسار. بنعمل حاجه اسمها السي بيبتايد. السي بيبتايد ده اللي هو، عشان كده انا بستغرب جدا ان الجراح يختار عمليه العيان من غير ما يعمل وظائف بنكرياس. لو السي بيبتايد اقل من 3 لابد من تحويل المسار. لو اعلى من 3، يعني ايه اعلى من 3؟ يعني البنكرياس بتاعه شغال كويس، مشكلته هي السمنه. لو السمنه راحت لعند خف، تروح بقى بتحويل المسار بتكميم مش تفرق، المهم انها تروح. لكن لما بيكون السي بيبتايد اقل من 3 معناه ان البنكرياس عنده كسلان اصلا، فمحتاج عمليه تضيع له السمنه وتنشط له البنكرياس، وكانت هي او تقلل من اعداء البنكرياس. وهنشوف تاثيرها دلوقتي. لو بصينا لتحويل المسار المصغر، هي عمليه وهي العمليه الذهبيه، وهي تجرى بالمنظار. بنعمل عمليه ازاي يا دكتور ايمن؟ بنعمل وهنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي، 3 فتحات صغيرين فوق السره، بندخل المنظار بتاعنا، بنلاقي قدامنا المعده. لو بصينا على الصوره دي كده يا دكتور ايمن، احنا عملنا ايه بقى في المعده؟ بص، احنا فصلنا الجزء اللي على اليمين ده الجزء الاكبر من المعده، وصغرنا جزء صغير من المعده الجزء اللي فوق على الشمال ده، وبعد كده بنوصله بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها.
هذه العملية بتعمل أربع حاجات اللي موجودين قدامنا على الشاشة. نمرة واحد، الجزء اللي عزلته على اليمين بيقلل هرمون الجوع اسمه الجريلين، فده بيقل جدا جدا جدا. تمام. العيان بياكل كميات اكل صغيره في الجزء في الجيب اللي فوق على الشمال ده، فما بياكل كميات اكل صغيره دي بتظبط له حاجتين، الوزن والسكر، لان السكر بيجي من الاكل. دي بقى الحاجه الثالثه، بقى اهم فايده في العمليه، ان عدم مرور الاكل على اول مترين. والاكل بقى كلمه تحويل مسار، يعني حولنا تحويل مسار الاكل، بدل ما يعدي على اول اتنين بيعدي على اخر 4 متر فقط. طب عدم مروره على اول 2 متر ومروره على اخر 4 متر ده سحر رباني عظيم، ويعني المفروض حينما تسمع اللي انا هقوله ده نسجد لله شاكرين على النعمه اللي ادهالنا ربنا. ايه بقى؟ ان ثبت لدينا حاجه غريبه جدا، ان اول 2 متر يا دكتور ايمن بيطلعوا هرمونات مثبطه للبنكرياس، مضاده للانسولين، مضاده للانسولين اسمها الديكريتنز. اخر 4 متر بيطلع هرمونات منشطه للبنكرياس اسمها الانكريتنز، اللي هي الجي ال بي والواي واي والجلوت والحاجات دي. لما جينا احنا وصلنا الامعاء في المعده على بعد 2 متر، فانا خليت اول 2 متر ما يشتغلوش، يبقى اعداء البنكرياس هيبطلوا يطلعوا. اللي هيشتغل بكفاءه عاليه مين؟ اخر 4 متر، يبقى الهرمونات المنشطه للبنكرياس هيبتدوا يطلعوا زياده. عشان كده لاحظنا حاجه غريبه جدا، ان اما بوقف اول 2 متر عن العمل بستفيد حاجتين مهمين، بقلل امتصاص السكريات والدهون 75%، اما يقل امتصاص السكريات بتظبط لي الوزن والسكر، الدهون لما تقل تظبط لي بقى ضغط الدم والدهون الثلاثيه والنوبات القلبيه والحاجات دي. طب اخر 4 متر لما يشتغلوا بيطلعوا هرمونات المنشطه للبنكرياس. وعشان كده لاحظنا كان زمان يقول لك ايه، العيان لما وزنه يبتدي يتظبط سكره هيتظبط. لا، ده كلام قديم. النهارده العيان سكره بيتظبط من يوم العمليه بالليل. العيان بيبقى اخر جرعه انسولين او اخر قرص خده باذن الله يوم العمليه، وبعد كده بنديله انسولين عند الحاجه فقط، وابتدي سكره يتظبط من يوم العمليه. طب لو هي عمليه وزن يعني لسه ما خسش، امال ايه بقى الهرمون الافكت اللي بيحصل، التاثير الهرموني ده؟ هو ما بيخسش، هو بيقعد يومين ثلاثه كده لسه ما بانش. ايوه، مع ذلك السكر بيتظبط، والسكر بيتظبط في خلال اليومين ثلاثه بعد العمليه. ده الهرمونات، وده الهرمونات، وانت حضرتك اصلا دكتور اندوكراين وعارف الكلام ده. تمام. يبقى انا استفدت، هرمون الجوع قل، كميه الاكل قلت، امتصاص السكريات الدهون قل، وبتقل الهرمونات المثبطه للبنكرياس وبتزيد الهرمونات المنشطه للبنكرياس. هذه العمليه هي العمليه الذهبيه لمرض السكر، وهي وبرده بتعالج ارتجاع المريء، لانك انت لما بتوصل المعده بالامعاء بيقل الضغط داخل المعده فيبتدي ارتجاع المريء يقل. فهذه العمليه طبعا من العمليات الرائعه، وهي سلاح الدمار الشامل ضد السكر والسمنه. إذن هذه هي قيمة تحويل المسار. تحويل المسار استشق منها أنواع كثيرة، يعني تحويل المسار المعدل مثلا. تمام. تمام. وفي المعدل وفي ثنائي التقسيم. ثنائي التقسيم ده اللي هو إيه يا دكتور أيمن؟ هي على فكرة إحنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن تكميم، والنهاردة اتكلمنا عن تحويل المسار المصغر. طب لو ربطنا الاتنين مع بعض تطلع عملية تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. يعني ثنائي التقسيم هي تحويل مسار، هي في الاول تحويل مسار، بس لو بصينا كده بنعمل تكميم اهو ونوصله على الامعاء. فهنا بس الفرق الجوهري ما بينها وبين تحويل المسار المصغر، اني بسيب كامل الامعاء مفتوحه. يعني الاكل بينزل من المعده بينقسم، احنا قلنا الامعاء 6 متر، احنا بنوصل بعد 2 متر او 2 متر ونص من بدايتها، اللي يعني اسمها الساسو وليس الساسي. الساسو هي المعدله، احنا بنوصل في الامعاء من فوق، يو يعني أبر. طب إيه اللي بيحصل بقى؟ الأكل بينزل ينقسم 80% على آخر 4 متر و 20% على أول 2 متر، فهناخد نفس فوائد تحويل المسار اللي هي إيه؟ هرمون الجوع بيقل، كمية الأكل بتقل، امتصاص السكريات والدهون بيقل، وبالتالي الهرمونات اللي بتنشط البنكرياس. طب إيه وجه العظمة في هذه العملية؟ واحد، إن أنا ما غيرتش في الوضع التشريحي الرباني، يعني عندي يقدر يتعمل له منظار، اقدر اخش بالمنظار، اخش على العيان، اشوف المعده واخش على الامعاء، ولو عنده حاجه في القنوات المريئه اقدر اوصل لها، الوضع التشريحي الرباني موجود زي ما هو. الحاجه الثانيه ان انا ما لغيتش ولا جزء من الامعاء، ولا جزء من الامعاء، عشان كده
العيان بيحتاج فيتامينات اقل من تحويل المسار المصغر لان كامل الامعاء شغال. فهي عمليه وبدا النهارده هذه العمليه يعني تجرى بكثافه، بدات تنتشر جدا لغايه فتره بسيطه ما كانتش معروفه على مستوى العالم، لان النهارده بتتناقش في كل المؤتمرات وبدات تنتشر على مستوى العالم. والحقيقه انا يعني عملت منها عدد لا باس به من المرضى. جمالها ما بتنزلش الاوزان لاوزان مخيفه، ما بتعملش برضو ارتجاع سائل مراري بصورة مخيفة، العيان ما بيتأثرش صحته وبيحتاجش فيتامينات لمدة طويلة وبكميات كبيرة. فهي يعني أنا الحقيقة يعني أنا قلت ثلاث أسامي على مسؤوليتي بصراحة، قلت التكميم هي معيار المعيار الأكثر إجراءا، أو التكميم المعدة الشهرة الجماهيرية. أيوة عملية الجماهير. أيوة عملية الله حلوة عملية الجماهير. هي معيار الشهرة وتحويل المسار المصغر المعيار الذهبي، ودي معيار النضج لأنها ربطت العمليتين مع بعض. وعشان كده بنقول لو جينا التلاتة بقى في سلة واحدة، هو ده الهدية الربانية اللي أنعم بيها ربنا سبحانه وتعالى، التكميم وتحويل المسار وصناعة التقسيم لعلاج متلازمة السكر والسمنة. إذن المريض المناسب لنوعية تحويلات المسار هو مريض السكر في المقام الأول والمحب للسكريات. طبعاً المريض اللي هو عنده سمنة فوق 20 كيلو، العين اللي عندهم سكر زي ما حضرتك تفضلت، العين اللي عندهم ارتجاع في المريء، واللي عندهم نهم في أكل السكريات. في الآن برضو زيادات المتوسطة البسيطة، كيف ترى التعامل معها؟ بص بقى دكتور أيمن، هو احنا عايزين نتكلم على بالون المعدة شوية، ودلوقتي نزل عندنا في مصر حاجة اسمها الكبسولة الذكية أو الكبسولة المبرمجة، ودي أحدى صيحة في العالم كله، وبقت FDA approved، أمريكا وافقت عليها، وفي أوروبا طبعا شغالة جامد جدا. إيه القصة دي؟ هو بيجي لي ساعات مريض دكتور أيمن، المريض اللي هو الوسط، اللي هو يقول لي إيه دكتور ياسر، أنا حاولت أعمل دايتس أو أنظمة غذائية ورياضة وفشلت وإرادتي ضعيفة ومش قادر، وأنا مش عايز أعمل عمليات. طب ليه يا حبيبي؟ ده العمليات النهاردة أمنة بنسبة 99.5% بالتكنولوجيا الحديثة، أنا مش عايز أعمل عمليات. إذا العيان بص دكتور أيمن وزنه معدي 30 كيلو فوق الطبيعي، بقول له حضرتك هو حلك الوحيد هو العمليات، سواء تكميم أو تحويل مسار أو صناعة تقسيم. طب ركب لي بالونة، آسف بصراحة لأن مش هعمل حاجة غلط، أو اعمل لي شفط دهون. الناس مش فاهمه يا فندم، شفط الدهون وتجميل القوام مش عمليه تخسيس. الله عليك دكتور ايمن، انا بيعجبني البرنامج بتاعك انك ماشي على الكتب على الجايد لاينز. في اسمك جايد لاينز يا اخوانا يا جماعه، عمليات شفط الدهون ونحت القوام هي ليست عمليات لتخسيس وعمليات نقص وزن، هي عمليات لتجميل القوام. عيانه بتجيل في ديفو وزنها طبيعي، وزنها طبيعي، انا مشكلتي دراعي، مشكلتي بطن زياده عن اللزوم بالظبط، دي بنشفطها خلص. لكن ما تجيش واحد 160 كيلو يقول لك شفط لك ايه؟ شفط لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اللي عملوا كده ده عملوا جرايم يا فندم. طبعا. يعني اللي عملوا شفط الواحد 130 ولا 140 ده عملوا جرايم. دي جريمه يا فندم. لايبوسكشن از نوت ا ويت لوس سيرجري. مكتوب في كتاب الجراحه كده. شفط الدهون ليست عمليه تخفيض وزن. بالظبط الله ينور عليك. طيب العيان بقى الوسط اللي هو ايه؟ عنده 10 كيلو 15 كيلو بحد اقصى 25 كيلو زياده. ده ممكن ينفع له بالون المعده. النهارده الصيحه الجديده بقى لو شفنا الفيديو بتاعها، ايه بقى اللي عامله ثوره في العالم؟ اللي هي حاجه اسمها الكبسوله المبرمجه او البالونه المبرمجه. دي عباره عن ايه بقى يا دكتور؟ هنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي. دي عباره عن كبسوله زي كبسوله الدواء، كبسوله الدواء ومربوط فيها كده زي فتله. الكبسوله دي العام بيجي في العياده ولا بنج ولا منظار ولا جراحه ولا خطوره ولا اي حاجه، كبسوله زي ما بتبلع كبسوله للالم كده. الكبسوله دي واصله على الفتله اللي هي معاها دي، بنستنى لغايه ما بتوصل جوه المعده. بعد ما توصل جوه المعده بنصور صوره اشعه، بنسخ انها جوه المعده، بنحقلها بسعر 550 سنتي بالظبط، هي مبرمجه 550 سنتي. بعد كده بتتساب جوه المعده اربع شهور، فبتدي احساس بالامتلاء لمده اربع شهور، بيمشي على نظام غذائي ورياضه، بيخس خلال اربع شهور. جمالها بقى ايه وجه الاختراع هنا؟ هي بالون، هي بالونه بس بتقنيه مختلفه. بالظبط، هي بالون ذكي. هي ميزتها ايه بقى يا دكتور ايمن؟ فيها دايما اقول فيها اربع لاءات، اربع لاءات، لا منظار
لا جراحة لا تخدير لا خطورة، ما فيش أي خطورة منها خالص. أنت لابس هدومك العادية خالص، بتبلع كبسولة بتنزل جوه المعدة وبننفخها. طب بتنزل إزاي؟ هي كلمة مبرمجة جت منين؟ إن الفالف بتاعها، الفالف اللي هو اللي بالعربي الصمام، الصمام اللي جواها بعد 4 شهور بيفك لوحده، تبتدي تتحول. عارف البالونة بتاعت الأولاد الصغيرة لما بتفرقع كده حاجة بسيطة خالص، بتنزل مع البراز بدون أي مشاكل ولا بتعمل انسداد ولا أي شيء. هنا وجه الاختراع في هنا، هي دي طبعا برضو بنقول هي ليست للسمنة المفرطة، هي تساعد المرضى اللي هي عندي. فيها نفس المقاييس بتاعت البالون بالظبط، ونفس عيوب البالون برضو بالظبط، ان هي ما تنفعش للسمنة المفرطة بالظبط. الإنسان لازم يحافظ جدا انه بعد ما تنتهي مفعولها لو رجع ياكل هيزيد وزنه بالظبط. الله ينور عليك. فدي لا تخدير لا جراحه لا منظار لا خطوره، كبسوله بتبلعها في العياده واحنا قاعدين، بنصور اشعه بننفخها وبعد كده بتمشي نظام غذائي، بعد 4 شهور هي بتنزل لوحدها. إيه طيب العيان، انت حضرتك مسيت نقطه جميله جدا. طب بعد ما بتنزل خلاص، هو بقى بيكون اتعود على طريقه الاكل ونزل 10 15 كيلو او ال 20 25 كيلو عايزهم، بيحافظ هو فيما بعد، يحاول يحافظ عليه بالظبط. طب هل ينفع نركبها تاني؟ ممكن، يعني يا اما هو يحافظ، يا اما بعد شويه لو مثلا الدنيا هديت معاه وحب يركبها تاني تقدر تركبها تاني، لان مفيش منها اي خطوره على المعده باذن الله. الحمله القوميه لمقاومه السمنه والسكر مستمر، الحمله القوميه مستمره واحنا مش قادرين نبطلها. وقلت لحضرتك دي تمشيا مع توجهات الدوله بتاعتنا، العالم كله النهارده بيحارب السمنه، فاحنا برضو يعني كاساتذه الجامعه وكاطباء برضو بنحاول نحط طوبه في الجدار البناء الجميل ده والبناء الجميل ده، ان احنا الحمد لله بنوفر العمليات لكل اخواننا في الوطن العربي باسعار تكاد تكون اسعار التكلفه دون اي مكاسب، لان احنا في الاول وفي الاخر اطباء، مش الهدف من الطب هو المكسب، الهدف هو ان احنا نفيد المرضى بتوعنا. انت بتنورني وتسعدني كالعاده. انا ببقى سعيد دايما في برنامج المحترم بتاع حضرتك، واحييك على الشياكه كالعاده. الله يخليك، دايما دايما نموذج للشياكه في الوسط ده من بعض ما عندكم فعلا. يعني بما اننا عشت عمر طويل يعني طول عمر الدكتور ياسر شيك. ربنا يخليك دكتور ايمن، ربنا يخليك. ضيف العزيز الاسم المتميز جدا في عالم الجراحه الاستاذ الدكتور ياسر ابراهيم، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه والجمعيه المصريه لجراحات السمنه. ابدع في حواري كالعاده في السمنه. خلي بالكم انه من ضمن اسباب زياده الوزن بالنسبه للمراه بعد الجواز، تخيلوا حاطين اسباب كتير، تغيرات هرمونات، حاطين كلمه غريبه قوي تخلي الست تتخن بعد الجواز، اللامبالاه. يا ايه الكلمه دي محتاجه حلقه لوحدها، اللامبالاه. الست بيبقى عندها اللامبالاه، مش ست بس، ست وراجل عندهم لامبالاه بعد الجواز، مش اتجوزنا خلاص نتخن بقى، دي كارثه على فكره. خليكم معنا سلام. كلمة نحت جسم دي ان انا بنسق القوام على بعضه، الحلمة دي هي دي اللي بتقول العملية ناجحة ولا فاشلة. لا انا ممكن اخد دهون من البطن واحقنها جوه عضلة الصدر. اختيار الجراح، مهارة الجراح هي اللي بتؤدي عملية التجميل حلوة او وحشة. الدكتور امير البغدادي استشاري جراحة التجميل، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية المصرية لجراح التجميل. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم التجميل. خلي بالكم أنه المرأة اللي هي ذات مواصفات بيقولوا عليها مواصفات أنوثية هي أصبحت الترند والموضة الآن، بخلاف الشكل الرياضي والقوام النحيف جدا اللي كانت موجود في السبعينات والثمانينات، كانت النحافة هي المسيطرة، وبخلاف الشكل العام لعرضات الأزياء. على فكرة ما تبصوش لعرضات الأزياء على أنهم ريفرنس، ليه؟ الكونسبت في بيوت الأزياء العالمية أنها تعمل عرض الأزياء غير جذابة، عشان يبقى ده الكونسبت، عشان يبقى الجاذب الأساسي للنظر هو الفستان مش البست. يعني هما ما بيعملوش عروض أزياء بسيدات في الأساس فيهم أي جاذبية، لازم يبقوا نحاف جدا، وده شيء لازم نفهمه. لكن نبص لنجمات السينما العالمية،
هم دول الريفرنس بالنسبة لي. فعملوا ستاندر كده 10 ستات كلهم بيسموهم الموست اتراكتيف وومن، تصدرتهم ريهانا. ريهانا هي الأكثر جاذبية على الإطلاق في العالم. ريهانا على فكرة من الغريب جدا إنها ده فوق اللي عملت هذه النوعية، إنها مش رفيعة، مش رفيعة، ده هي فيها نوع من التقسيم المصري العربي، الشكل شبه المصريين في التقسيم الجسمية بتاعتها. جات بعديهم جينيفر لوبيز برضو نفس الكلام، يعني جينيفر لوبيز أساسا من أصول لاتينية فبرضو نفس الاتراكتيفتي، برضو فوق اللي الأشعات. بيونسي جات بعديهم، تصدر على فكرة نجمات اللاتينيات واضح جدا، التلاتة دول لاتينيات. كيم كارداشيان برضو نفس الكلام، لاتينية ونفس التكوين الجسدي. جاء بعديهم سلمى حايك، سلمى حايك أعتقد منها من الأرجنتين ربما، أو يعني برضو من أصول عربية على فكرة، فنفس الحكاية أمريكية بس من أصول لاتينية عربية. شاكيرا جاءت بعد كده، ثم جاءت في الآخر كنت وينسلت، جاءت في آخر رغم أن وزنها زيادة. بعضهم عندهم يعني مثلا سلمى حايك فوق 50 سنة، جينيفر لوبيز 48 سنة، كيم كارداشيان في 40. كل دول مش السن بالنسبة لهم مش عائق على الإطلاق، بل إن الجمال في السن ده هو الأكثر جاذبية. بس كل دول وراهم فريق تجميل جبار، كل نجمة من دول ليها فريق بتتعامل مع جراح تجميل. على فكرة جراحين التجميل في هوليود ستارز، وهنا في مصر بقى ستارز على فكرة. عشان كده النهاردة لقائنا كيف تكون ستارز، ده عنوان الحلقة، مهم جدا، ضيف عزيز عليا جدا ومهم جدا في معادلة التجميل المصرية. اسم فرض نفسه بقوة في عالم الابتكار التجميلي، في عالم تطبيق الأساليب المصرية العربية الصحيحة بمقاييس علمية، لأن احنا أصحاب المدرسة الواقعية العلمية مع الرغبة في أنها تكون أفضل. الاسم المتميز للغاية طبعا دكتور أمير بغدادي، استشاري جراحات التجميل، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية المصرية الجراحي التجميل، اسم الله محفظ المجال. أهلا بيك دكتور أمير. أهلا دكتور أيمن، منورني حبيبي، ربنا يخليك. الله منورني، ده نورك. إيه رأيك في المجموعة دي، تقييمك ليها بعينك أنت كجراح تجميل؟ المجموعة دي كلها بيتميزوا بنفس الحاجة، لو حضرتك خدت بالك إن كلهم عندهم نفس الجسم كيرفي. يس. اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي كمقياس من مقاييس الجمال الأساسية لأي ست. يعني زي ما حضرتك قلت فعلا، في الماضي كان النحافة هي الأساس، هو كان بيتكلم لا دي ست دي رفيعة، أو هو بيسموه الجسم الفرنساوي، الجسم اللي هو الرفيع شوية، تمام، كان هو ده زمان مقياس الجمال. دلوقتي لا، المقاييس اختلفت خالص، احنا بنتكلم من الجسم الكيرفي هو ده المقياس الأجمل أو الأحسن. أي بنت أي ست مهما بقى، يعني مش هيفرق سنها ايه، يعني مش هيفرق هي صغيره في السن ولا كبيره في السن، كلهم نفس التفكير، نفس تفكير السيدات كلها. انا عايزه جسمي يبقى كيرفي، عايزه جسمي يبقى فيه انحناءات شكلها لطيف، مش شكلها ما تبقاش مليانه، تبقى يعني فيها انحناءات لطيفه. احنا هنتكلم النهارده على الثلث الوسطاني في الست بالظبط، يعني مش هنتكلم على الوش ولا الرقبه ولا الصدر، هننزل ما تحت الصدر لما فوق الركبه. المنطقه دي منطقة فيها عيوب كتيرة، اشرح لي العيوب الأول وبعدين نبدأ نشوف هنتعامل مع العيوب دي. هو المشكلة الرئيسية في المنطقة دي، احنا عندنا بطن، عندنا ظهر، عندنا مؤخرة، عندنا أفخاد. هي دي المنطقة اللي حضرتك قصدك عليها. البطن يبقى فيها بعض المشاكل، فيها زيادة في الدهون، عندها لص أو ما عندهاش ويست أو ما عندهاش وسط، وسطها رايح، وسطها مليان دهون فرايح، ما عندهاش وسط. عندها ترهل طبعا ما بعد الحمل والولادة كذا مرة بقى في ترهل في البطن. نفس الكلام بالنسبه للظهر، الظهر بقى فيه تانيات كتيره، المنطقه اللي هي ما تحت الصدر على طول، والمنطقه اللي هي بنسميها اللاف هاندلز او الوسط من ورا دي بتبقى برده مليانه دهون، تمام. حتى المؤخره، في بعض السيدات بتبقى مؤخرتهم يعني ممتلئه، بس ممتلئه بشكل مش جذاب، شكلها مش لطيف، شكلها باين انها مليانه بس مش كيرفي. يعني الكيرفي ده تنسيق شكل مش وزن، يعني مش معنى مثلا ان السيده وزنها اوفر شويه دي بقت كيرفي،
لا هي مليانة، هي دخلت في مرحلة السمنة مش في مرحلة الكيرفي. زائد طبعا عليهم دعتيهم الأفخاد، دي برضو بتبقى فيها يعني up and down، يعني ممكن واحد تبقى جزءها العلوي مليان شوية وأفخادها نحيفة شوية، تمام، أو العكس الجزء العلوي مش مليان قوي بس أفخادها نحيفة يعني مليانة بزيادة. الحتة المهمة برضو اللي في جسم المرأة اللي السيدات كده وتبحث عنها الأجناب، منطقة ما تحت الوسط، يعني دي منطقة اللي بتفرق زي ما شفنا في نجمات هوليود أو اللي هم المصنفين كأحسن سيدات أو أكثر سيدات عندهم جاذبية، كلهم عندهم منطقة الوسط دي اللي هي عندها جنبين، عندها بنسميها أرداف أو اللي هو الفلانكس، عندهم مليانين واخدين الشكل الكيرفي اللطيف الجميل. هي دي المشاكل اللي في المنطقة دي. احنا بقى دورنا كجراحين تجميل نعمل بقى نصلح المشاكل دي، بمعنى ان انا انحت البطن. كلمة نحت البطن دي كلمة كبيرة قوي، يمكن انا كنت معاك عليها قبل كده. نحت البطن ده في عندي نحت اللي انا اشفط الدهون بس وارسم شكل البطن، رسم شكل البطن اللي هو الرياضي الجميل. وفي بعض الناس لا، ما ينفعش معهم كده بس، ده عندها جلد مترهل، عندها ضعف عضلات البطن، هيبقى رسم الجلد ده او رسم النحت ده مقترن او داخل معاه شد جراحي للبطن. ده هيرجعنا للاجهزه. في بعض الناس بتسال الاجهزه ايه رايكم فيها؟ طب ما في اجهزه نازله جديده من غير ذكر اسماء يعني، تمام، اجهزه شد الجلد الجراحي اللي هي نازله دلوقتي موجوده، زي يعني اجهزه اسامي كتيره. الاجهزه دي جميله، الاجهزه دي بتجيب نتيجه، بتجيب نتيجه طبعا، بس الاجهزه دي مش ساحره، مش عصا سحريه ان انا بطني مترهله عضلات ضعيفه العضله تتصلح والبطن تتشد. الاجهزه دي ليها ليميت بتقف عنده، فساعتها بطني ليها حدود، ليها حدود ما اقدرش اكمل عندها. خلاص انا هعمل لك بيها العمليه، بس انا ببقى جوايا كجراح تجميل اشتغلت بالجهاز ده قبل كده اكتر من مره، عارف انه مش هجيب نتيجه، يبقى حرام عليا اعمله. مش هي المناسبه لحالتك. صدقني طول امان احيانا كتير قوي لو واحده ست عندها ترهل في البطن، الترهل في البطن يعني موست بروبلي او يعني اغلبيه لو هي ان شاء الله تكون حملت مره واحده بس هيبقى دي عايزه شد بطن. يمكن في بعض المرضى بيزعلوا مني اقول مش عايزه جراحه، ده انا يعني اروح خملت كونسلت كشف قبل كده، اقول لا مش محتاجه جراحه. لا حضرتك انا شايفك محتاجه جراحه، انت بطنك مش هتشد غير بكده. لو انت عايزه نتيجه مثلا 50% بس اوكي انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول لك بطنك مش هتشد غير بجراحه عشان توصلي للنتيجه الكامله، البطن البرفكت، البطن المشدوده. احنا بنعمل اللي هو نحت البطن ده، لازم نعمل معاه بنحت الاجناب عشان نعمل لها وسط، نحت الجزء الظهر كله، يفضل الظهر طبعا كله لو فيها تنيات كتيره، تمام. يعني انا عندي المنطقه دي كلها اتنحتت، زائد عليهم يعني بلس اور ماينس، مش هقول لك انها لازم ننحت الجزء اللي هو ما تحت المؤخره على طول، اللي احنا بنسميه في شغلنا البنانا فولد، هو شبه الموزه ده ما تحت المؤخره على طول. اخد كل الدهون دي بعد ما يعني انقيها بطريقه معينه، مش اخدها يعني كده وخلاص، لازم تتنقى وتتنظف وتحط عليها يعني محاليل ومضادات حيويه عشان تبقى جاهزه وصالحه انها يتعمل لها اعاده حقن في مكان تاني. دي بروسس خاصه. طبعا دي بروسس كامله على فكره. اللي حاطط في دماغه اللي تحقن الدهون دي عمليه سهله، لا هي يعني عمليه حقن مش سهله، عمليه حقن الدهون عشان الدهون دي تعيش وعشان الدهون دي ما يحصلش فيها عدوى، عشان ما دخلش المريض من قصه لقصه، ما دخلش من هو بيجي يعمل عمليه تجميليه لمريض تحول لمريض مصاب بخراج كبير جدا مليء بالصديد في جسمه. دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تحطها في بالها. البروسيس بتاع حقن الدهون دي بروسيس كبيره جدا ومعقده، ولازم في تعقيم كامل، ما ينفعش كده وخلاص. اخد بقى الدهون دي وابدا ارسم شكل المؤخره زي ما انا عايز، زي ما انا عايز. ان انا هل المريضه دي عايزه مؤخره ممتلئه جدا؟ لا، عايزه مؤخره بسيطه، عايزه تعمل بس الفلانكس او الاجناب فقط، دي اللي بتحددها لي المريضه حسب، مش زي ما انا عايز طبعا، زي ما هي عايزه. هي بتقول لي انا والله انا عايزه مؤخره بس ما تبقاش ممتلئه قوي. ده بيدخلنا دكتور ايمن لنقطه تانية، اللي في بعض الناس ما بعد عمليه السمنه المفرطه التدبيس بقى مشكلتهم الرئيسيه سقوط او ترهل كبير، ترهل جامد قوي في المؤخره، خصوصا واحده هي كانت اصلا مؤخرتها كبيره قبل ما احنا بنتكلم عن ناس بيخسوا 100 كيلو بالظبط، يعني 160 يبقوا 60
150 يبقوا 60 بالظبط 90 كيلو ده بتبقى نازله ثلاث بني ادمين راحوا منه بالظبط كده يا فندم. هو ده المشكله دي بتبقى عندها دي بتبقى مشكلتها الرئيسيه اكتر من بطنها المترهله وصدرها المترهل ودراعاتها المترهله. المؤخره اللي هي بقت واقعه خالص بقت عباره عن حته جلده مليئه فاضيه. فدي من حاجات اللي حقن دون بالنسبه لها مش جمالي. ده انا برجعها تبقى عاديه تبقى ست عاديه سيده عاديه. انا عايز اقول لك المفاجاه اللي احيانا بيلحق دون في الرجاله كمان في المؤخر نفس العمليات دي. انا لسه كنت عامل مريض كده نفس المشكله عنده. هو كان عنده مؤخرته كبيره بعد ما نحف بعنف طبعا بعد ما عملت له شد البطن وشد الذراعات والافخاد كان عندي المشكله المؤخره بيقول لي شكلها يعني انا مش عارف قلب الشورت يعني انا مش عارف قلب الشورت منظري غريب مليانه جلد طبعا عشان اعمل له جراحه فيها هيبقى جرح سيء جدا وهيبان. فانا قلت له طب خلاص احنا هنجرب نعمل كذا 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 وربنا ان شاء الله يكرمنا وفعلا في العمليه وانا بعمل له الشد قدت الدهون وحقنتها له لا العمليه الحمد لله عدت وشكلها مقبول. مش هقول لحضرتك انها بقت طبعا مش ده بالنسبه للراجل مش هنقولها له بس خليتها شكلها طبيعي شكلها طبيعي. ايه هي البرازيليان بط؟ البرازيليان بط دي عباره عن المفهوم يعني كلمه برازيليان بط طبعا حضرتك عارف اللاتين امريكا هم اصحاب الاجسام الكيرفي على مستوى العالم هم طبيعتهم كده يعني اغلبهم كده المنطقه الامازون ومش عارف ايه في البرازيل والكلام ده كله. من هنا خدوا اللقب بتاع كلمه برازيليان بط المؤخره البرازيلي. المؤخره البرازيلي دي عباره عن منظومه كامله يعني هي عمليه مش حقن دهون هي عباره عن نحت بطن كامل سواء نحت او نحت بس او نحت وشد جراحي نحت اجناب عشان اكون لها وسط نحت الاسفل الظهر او للظهر كله والمريضه محتاجه ظهر كله حسب ما انا يعني هي ما محتاجه زائد نحت برضو منطقه البنانا فولد او اللي هي اعلى الافخاد من الخلف اللي هي تحت المؤخره على طول دي في حاله لو المريضه برضو محتاجه لها مع معالجه الدهون دي وعاده حقنها بطريقه معينه عشان اديها المنظر الكيرفي اللطيف انه عندها وسط نحيف ومؤخره مش ممتلئه مشدوده وممتلئه ودي اهم. ستات كثيره عندنا في مصر او في الوطن العربي او في العالم كله عندهم مؤخرات ممتلئه بس شكلهم مش جذاب او شكلهم مش حلو عشان المؤخره عندها مش متناسقه مش ماشيه مع الشكل. هل يعني طلعت زي ما بيقولوا صيحه صيحه موضه هل كل الاجسام مناسب لها ان احنا ننفذ معها البرازيل بط؟ اكيد الاجابه لا بس لازم نفهم الناس ان فهم الناس يعني هقول لحضرتك حاجه دي هترجعنا لنقطة يعني أنا كنت عايز أجلها شوية بس أقولها لحضرتك دلوقتي. إيه وسائل تكبير المؤخرة؟ هما ثلاث وسائل مش هقول لك يعني الوسيلة الأولى والأكثر أمانا والأكثر فاعلية هي حقن الدهون الذاتية. الوسيلة الثانية هي حشوات السيليكون بس حشوات السيليكون الخاصة بالمؤخرة عشان في حشوات سيليكون طبعا خاصة بالصدر. دي ما تنفعش مكان دي. دي ليها شكل ودي ليها شكل تاني. وآخر حاجة اللي هو حقن الفيلر اللي هي البادي فيلر. والبادي فيلر انا واحد من الناس ما بفضلوش بصراحه تكلفه غاليه ومده قليله جدا مده قليله يعني لغايه دلوقتي زي ما بيقولوا يرقص على السلم لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت بالظبط يعني المريض عشان تعمل مؤخره شكلها لطيف هتدفع يعني هقول لحضرتك مبلغ مهول كبير جدا ولن تحصل على نتيجه بالظبط مش النتيجه اللي هي متخيلها هتدفع مبلغ كبير جدا عشان كده هي حتى ده اللي مخلي البادي فيلر مش قادر ينافس مش قادر يخش المنافسه بس لازم برضه نذكره عشان خاطر يبقى الناس تبقى عارفه ان هو موجود يعني. لو واحده مثلا سيده نحيفه جدا نحيفه بطريقه مبالغ فيها وزنها قليل جدا وما عندهاش دهون دي هنعمل معاها ايه؟ دي ساعتها هيبقى حلها حشوات السيليكون. حشوات السيليكون انا واحد من الناس ما بفضلهاش يعني انا واحد من الناس لو سالتني رايي في هذا الموضوع لا. وكل على فكره المدرسه المصريه بتقلق جدا هو طبعا اساتذتنا كلهم عندهم حق في هذا الموضوع عشان خاطر الحشوات السيليكون خصوصا في المؤخره ليها معامله خاصه. انهي مريضه تستحمل تنام على بطنها اسبوعين 10 ايام لاسبوعين؟ صعبه مش منطقيه يعني حاجه مش منطقيه. اي مريضه بتعمل عمليه جماليه زي دي تستحمل جرح واضح وصريح تمام هيبقى باين بنسبه 80% مش هقول لك 100% جرح وفرص الانفكشن فيه عاليه جدا جدا فهي عايز كيرنج معين وعايز متابعه اسبوعين نايمه على بطن دي حاجه استحاليه. انا يعني انا واحد من الناس يعني مع الحركه مثلا يمكن ما عملتهاش في مصر
عملتها بره مصر. يعني انت ما كنتش حشوات السلك، واحنا بنتكلم عن حشوات السلك اللي خاصه بالمؤخره، الغاز مقرر. يختلف الامر تماما عن حشوات السلك بتاعه الصدر بالظبط، رائعه، عكس هيلينج الباور. يعني هقول لحضرتك عكسها، نسيجه رائع في الالتئام. لا وكده عكسها، يعني انت حضرتك لسه بقول لحضرتك ايه احسن حاجه للمؤخره؟ حقن الدهون. على عكس في الصدر، احسن حاجه للصدر حشوات السلك، مش حقن الدهون. حقن الدهون في الصدر برضو انا واحد ناس ما بحبوش. طبعا، وبرضو المدرسه المصريه ما بتملش الحقن الدهون، بيعمل شويه تكيسات كده مش لطيفه، ممكن يعني العينه يعني. لو العينه ما قالتش حست بكلكوع وراح للدكتور استشاري جراحه عامه، يعني راجل محترم كشف عليها يقول لها انت عندك ورم. هيقلق وحقه انه يقلق. طبعا، ولو هي ما عرفتش عامله حقن دهون وهيعمل، حتى لو عملت يعني انفستيجيشن او اشاعات وتحاليل او عملت اشاعات، ممكن بتاع السونار او بتاع الماموجرام اللي هو بتاع الاكس راي بتاعها ما يعرفش يحدده قوي، هتضطر تعمل عمليه ويفتح ويشيل ويحلل تكلسات من حقن دهون. عشان كده مش محببه. يعني انا واحد حقن دهون في الصدر، في الصدر عشان كده هو حشوات السيليكون في الصدر. لا هي انا شايفها الاساس. انا رايي الشخصي اي سيده عايزه تعمل تكبير صدر سيليكون، ما تفكرش في اسباب ثانيه، ما تفكرش في دهون، ما تفكرش في بادي فيلر. سيليكون هو الحاجه الوحيده اللي هتجيب معاكي نتيجه تستمر معاكي فتره طويله جدا من غير اي مشاكل. في المؤخره طبعا لا، احنا حقن الدهون هي اللي تهمنا. بس طبعا لو واحده رفيعه جدا او نحيفه جدا ما لهاش حل غير حشوات السيليكون، او الحل التاني انها تتخن شويه بقى، يعني اعمل لها ايه بقى؟ تتخن شويه وتيجي. عشان ناخد دهون ونديها. انا عندي دهون اعرف اعمل لها مؤخر. هو مفيش حد مفيش دهون، مفيش واحده مهما بلغت يعني نحافتها ما فيهاش دهون، بس في فكره ان اعمل لها دهون، اعمل لها مؤخره كبيره او مؤخره صغيره. التقنيه بتتم ازاي بقى؟ من احنا مثلا المريضه جت هنشفط الدهون، نبدا نحقنها، هل في تركات فنيه معينه؟ التركات الفنيه مثلا الدهون، انا بنشفط الدهون، الدهون دي بيطلع معاها حاجه اسمها فايبرستيشو نساج، يعني في ليفي. ده ما ينفعش يتحقن، ده رقم واحد. رقم اتنين، المفروض الدهون دي تتوزع على كل اللايرز، كل طبقات المؤخره، هي بتتحقن من تحت، من فوق عضله المؤخره لغايه تحت الجلد. بيتحقن كل الطبقات دي في سكتي بحقن فيها، ما ينفعش احقن في مكان كميه كبيره واسيبهم، لازم اوزع الدهون دي في كل حاجه، عشان الدهون دي تلاقي فرصه انها تعيش وتكمل مع المريضه. واقدر اقول لحضرتك ان المريضه اللي بيعدي فيها الدهون لمده اسبوعين ثلاث اسابيع دي خلاص الدهون دي هتفضل معاها فور لايف. وميزه حقن الدهون في المؤخره ان هي، انا شايف انها طبعا مفيش دهون بتروح، بس قصدي انها دائمه. يعني لو احنا اتكلمنا الدهون دي مش بيروح منها ماكسيمم 30%. 30% ده قليل جدا، 70% ده هيبقى مكفينها انها غيرت بادي، عملت بادي كونتورنج، غيرت تكوين جسمها، بحيث انها لو فكرت تتخن بعد كده او لو مالت جسمها بعد كده المنطقه دي بتتخن اكتر من غيرها. هيفضل عندها دايما المؤخره برازيلي. هل ممكن اعمل شد وحقن دهون في نفس الوقت؟ طبعا. بس هي بتبقى عندنا المشكله نبدا بيه الاول. يعني هو الفكره كلها شد يعني جرح، فهل ابدا بالشد ولا ابدا بالمؤخره؟ طبعا المؤخره لو عملتها وقلبت المريضه على ظهرها، فالمريضه كده المفروض تقعد اول يوم او اول يعني اول يومين نايم على وشها. بس في الحاجات دي يعني بنظبطها في العمليه، بنحط مخدات كده تحت المريضه يعني في الاوضاع بتاعتها وفي اثناء العمليه. فيعني حسب ما بقى الديسيجن ده بيتاخد جوه اوضه العمليات، هل اعمل البطن الاول ولا المؤخره الاول؟ يعني اذا هي في الاخر ممكن يتعملوا الاثنين از سيم سيت. هو ده المفروض يتعملوا. يعني اللي لازم الناس تفهمه دايما او اي سيده تفهمه ان حقن الدهون المؤخره او البرازيليان بط دي مش عمليه واحده، دول ثلاث عمليات في بعض. انت بتعملي عمليه نحت بطن، بتعملي عمليه نحت ظهر، بتعملي عمليه حقن دهون في المؤخره وتنسيق مؤخره. مش مجرد ان انا برمي دهون وخلاص، انا برسم شكل، انا بنحت برسم زي اي حد بيعمل تمثال، انا برسم شكل مؤخره. ان كالعاده السؤال الكلاسيكي قوي في التجميل، النتيجه النهائيه تحصل عليها امتى ولا تختلف من ست لست؟ هي النتيجه النهائيه هي طبعا بعد العمليه، يعني ايميديتلي على طول العمليه انا ببقى شايف النتيجه اللي هي هتفضل عليها. بس طبعا بعد طبعا زي ما حضرتك عارف اي عمليه نحت لازم شويه تورمات بعديها. فالمريضه بتبقى طالعه من العمليات شايفه مؤخره مهوله بتعجبها قوي، تقول لك يلا هي دي اللي انا عايزاها، تفاجئ انها بعد 10 ايام اسبوعين ايه ده، تيجي تقول لي ده انا كنت كويسه جدا دي راحت. هي ما راحتش، انت كنت ورمه. انت كنت ده النتيجه اللي انت بتشوفيها دلوقتي، دي النتيجه اللي هتكملي عليها. وزي ما قلت لحضرتك اسبوعين ثلاث اسابيع الدهون اللي هتقعد الفتره دي بتكمل، استحاله انها تروح.
ده انا بتكلم على حاله حد ما عندوش اي مشاكل في المنطقه الخلفيه في المؤخره. بمعنى يعني انا مثلا واحد من الناس ضد جدا جدا موضوع حقن تذويب الدهون دي. يمكن بعض الناس تزعل مني انا عارف في الكلام اللي هقوله ده، بس دي لازم اقولها. حقن الليبوليسيس دي بتؤدي للليبوليسيس ولا اي حاجه، بتؤدي لفايبروزيس، تليفات اللي هي حقن التخسيس، اللي هي حقن التخسيس ولا ليها لازمه، ولا ليها اي لازمه. وانا عارف بعض الناس ممكن بعض الشركات تزعل مني يعني يطلبوا قتلي كمان، مفيش مشكله لا عادي بيقتلونا مع بعض. بقول لحضرتك حقن التخسيس الخارجيه دي ولا ليها لازمه بالظبط. انا دلوقتي لخس بدايت اعمل مثلا نظام غذائي عمليه او عمليه او رياضه او رياضه حسب وزني، او اعمل شفط دهون، او انا الحته دي شفت دون ما بيخسش بيصغر الحته دي ظبط مكان مكان بتاع. انت دلوقتي واحده مثلا عايزه تصغري المؤخره شويه مش عاجباكي، تقعدي تحقني فيها حقن تك 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 تليف جامد جدا، حتى لو حقنا دهون مش هتعيش، مش هتعيش، عمرها ما هتعيش. انا انت بتحب تتكلم حقن الدهون يا جماعه للتخسيس، حقن الدهون يعني انا حقن اسف حقن ماده عشان تدوب الدهون لتخسيس منطقه معينه، ده الكلام ده ملوش اي قاعده علميه ولا له اي وجود، بيعمل تليف بس. وانا شفتها في الدكتور ايمن على فكره في اكتر من حاله، مش حاله واحده، اكتر من حاله. بحركة بيبقى جراح التجميل اللي داخل عمليه لحد عامل تذويب دهون ده بالظبط كانه داخل معركه، هو داخل يحارب مش داخل يعمل عمليه. عدوه فظيع لذيذ، فظيع اللدود اللي بيقطم وسط اي دكتور تجميل بيفكر يعمل عيان عنده فايبروز او تليف. الانسجه اللي فيه دي لعن الدكتور التجميل فعلا زي ما حضرتك قلت. انت نورت وابدعت حبيبي، ربنا يخليك. يعني طبعا كل شويه كده نفتح احنا ملف، والنبي كل شويه تدينا فتحه ملف كده، انت عارف بحب الملفات الساخنه. انا عايز الحاجات دي وادخل معاك جابت في الخناقه. يعني كان زمان بقى ايه في مسلسل بتاع سنبل كده داخل خناقه، انا وراك يا سنبل. انا داخل وراك في اي خناقه يا باشا، وانا ده شيء يشرفني وانا معاك في اي حاجه. حقن اذابه الدهون ليس لها واقعي، مفيش حاجه اسمها ميزو سيرابي يخسس. ميزو سيرابي ده بتاعت البشره وبتاع الحاجات بتاع الشعر، مفيش ميزو سيرابي بيخسس. ان انا اديك حقن ميزو سيرابي وتخسس، الكلام ده كله يعني خلاص انا بقول لكم ما بيعملش حاجه. عايزين تجربوا جربوا، انا عايز يجرب يجرب. انا شفت قدام اللي جرب وبيقص الامرين دلوقتي، مصدق يروح بس لما يرجع يقول لي. نورتني واسعد. ميرسي يا دكتور ايمن، ده نورك، ربنا يخليك. ضيف العزيز، واحد من المتميزين جدا في هذا المجال، مجال الجراحات التجميليه عموما. ضيف العزيز الاستاذ دكتور امير بغدادي، استشاري جراحات التجميل وعضو كليه الجراحين الملكيه بجلطه، عضو الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. ضيف العزيز اللي دايما حواره يعني في الكثير من الحماس، الكثير جدا من زي ما بيقولوا الصراحه العلمية المطلوبة في عالم التجميل. يا باشا الصراحة حلوة والصراحة راحة، ولعلمك ما يصحش إلا الصحيح. نورت يا دكتور. ميرسي يا دكتور ايمن، خليكوا دايما معنا زي الحلقة. عدم وضوح للرؤية ده ممكن يخلي لو بيشتغل سواق ما يعرفش يشتغل، لو بيشتغل مهندس ما يعرفش يشتغل، لو بيشتغل دكتور ما يعرفش يشتغل. كتير من المصريين متخيل ان تصحيح الابصار ما تعملش 40 سنة. لا، تصحيح الابصار مفتوح، بس بشرط ان تكون مشكله نظاره يعني، او مشكله عسل اسقع يعني. ما اجيش مثلا اقول ان انا بعالج الميه البيضاء بالليزر. كان زمان المرضى بتوعنا يقول لك ميه بيضاء مستويه، مستويه يعني العدسه بتاعت العين كلها اعتمد بنسبه 100%. شكل العين بعد العمليه طبيعي تماما، مستحيل حد يعرف ان ده عمل او ما عملش الا لو طبيب عيون فحصوا على الاجهزه التقليديه بتاعته. هل الميه البيضاء تعتبر من ضمن عمليات تصحيح الابصار؟ المياه البيضاء دلوقتي بنعتبرها احد وسائل تصحيح عيوب الانكسار. الدكتور حاتم امين خطاب، استاذ طب وجراحه العيون، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل المجلس العالمي لطب وجراحه العين كامبريدج، عضو الجمعيه الاوروبيه للمياه البيضاء وتصحيح الابصار، عضو الجمعية المصرية لتصحيح الإبصار والمياه البيضاء، عضو الجمعية المصرية لعيون الأطفال، عضو الجمعية المصرية للمياه الزرقاء. هاي
بيك. You like him? Yeah. You like him? I think she likes him. What do you think? What do you Taylor? Think? Hi. Hi, Zeke. Hi. Zeke, can you see me? Now you can see. You see the puppy? You see the puppy? Do you see okay? Look at daddy. You see the puppy? It's a big boy. Oh. You see? Can you see Benjamin? Hi. Oh. Hi. Benjamin. You see okay? Yeah. My dog is my girl. Hey. Zeke is my girl. Hey. Hey, you got an open mouth going on. Hey. Can you see everybody now? Hey. Oh, that's so cute. اهلا بكم. الطفل لما بيلبس نظاره ويشوف لاول مره ابويه بيبقى رياكشن رائع جدا. خليني اقول لكم بس حاجه مهمه قوي. في علاقه ما بين تاثير الاجهزه اللي بيسموها الهواتف الذكيه او التابلتس او اجهزه التليفونات المحموله وتاثيرها على العين. صحيح ان العلاقه يعني لغايه دلوقتي مش واضحه وضوح كامل، لكن من المؤكد ان الهواتف الذكيه تؤثر على جفاف العين، تؤدي الى جفاف العين، ده شيء مؤكد. درجه تاثيرها بقى على المخ وتشويش الرؤيه وبتاع والكلام ده كله، يعني ده لا يعني لسه هنقف قدامه شويه. لكن في دكتوره اسمها هيلدا كابالي، هيلدا كابالي عملت دراسه اكدت انه اكتر من تلت الاطفال بيقدروا يتعاملوا مع الاجهزه الذكيه زي التابلتس قبل ما يتكلموا قبل ما يمشوا. وفي لقوا انه كتير منهم يقدر يتعامل قبل، يعني هم عندهم 6 شهور يقدر يشتغل على الاجهزه الذكيه وبيقعدوا عليها بالساعات. في مصر بيغلطوا الاباء غلطه جباره، بيدوا الطفل الهاتف الذكي اللي هو الموبايل او التابلت وبيعتبروا انه شيء من يعني الواد ده ذكي، يعني الطفل ده ذكي قوي ان هو قاعد على التابلت اهوت وعمال يقلب فيه وبيطلع صور وبيتحرك وبتاع. وهم مخطئين خطأ جبار على جميع المستويات، بس على مستوى العيون اعتقد انه الاطفال هنقرا دراسات تؤكد انهم بينضروا ضرر كبير جدا من تعرضهم الى الهواتف الذكيه. لكن سؤال يطرح نفسه، ازاي اعرف ان ابني نظره ضعيف؟ طفل ما بيشتكيش، كل الاطفال اللي شفناهم دول يمكن لسه ما اتكلموش وراحوا وكشفوا ولبسوا نظارات. يعني إذن في وعي وثقافة إن أنا أروح بالطفل أبو 6-7 شهور أبو شهرين أبو 3 شهور لطفل لدكتور العيون يكشف عنده. القصة دي مثيرة ومهمة للغاية، وأكيد هنستمتع بحوار إكسترا أوردينري مع ضيفي العزيز. قيمة علمية كبيرة ومهمة جدا، وضيف أفخر بقبول دعوتنا أكيد الاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور حاتم أمين خطاب، أستاذ طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون بكامبريدج، عضو الجمعية الأوروبية والجمعية المصرية لتصحيح الإبصار والمياه البيضاء والجمعية المصرية لعيون الأطفال والجمعية المصرية للمياه الزرقاء. ما شاء الله، أهلا بيك، نورنا يا فندم، وشرف كبير لنا هذه الزيارة. السؤال اللي انا طرحته في الانترو، ازاي العيله تعرف ان الطفل عنده مشاكل؟ هو البدايه حضرتك مفروض بعد الولاده من طبيب الاطفال في علامات معينه تلفت نظره، يعني مثلا حجم العين، هل حجم العين طبيعي ولا لا؟ المفروض يشوف الانعكاس الاحمر
اللي احنا بنسميه الريد ريفليكس عشان اكتشاف مثلا بعض الامراض زي المياه البيضاء، زي مثلا الاورام اللي في العينين دي. لازم طبيب الاطفال في البدايه ياكد على الجزئيه دي، ولو عنده شك لازم يبعته فورا لطبيب العيون. في عندنا حاجات بنسموها هاي ريسك او في يعني تبقى خطر شويه، زي مثلا الاطفال اللي هم وزنهم ناقص او اللي دخلوا الحضانات، دول احيانا او كثيرا ما بينتج عندهم مشاكل في شبكيه العين من البيئه بتاعه الحضانه او عدم تظبيط مستوى الاكسجين. ده فورا وهو في الحضانه يجب ان استدعاء طبيب عيون على درايه كامله بفحص شبكيه العين للتشخيص المبكر لوجود مشاكل من عدمه، لان في الحاله دي بتفرق كتير جدا وكتير منهم بيحتاجوا تدخلات جراحيه. بالنسبه لطبيعه الفحص العين في الاطفال يختلف تماما ويختلف كثيرا عن فحص العين في الكبار، لكن في علامات معينه لو الاسره وجدتها يجب ان هي تنتبه الى ان في ممكن يبقى في مشكله. يعني مثلا طفل بيقرب من التلفزيون اكتر من الطبيعي. هنا في مصر كثير مصريين بيعتبر ان دوت علامه ان او سبب لضعف الابصار، لكن ده ممكن يبقى علامه ان في قصر نظر او استجماتيزم او طول نظر وخلافه. طفل بيحد ما يفكروش ان الطفل بيحب التلفزيون قوي فبيقرب منه، هو الطفل مش شايفه. هو يعني طفل بيقرب عشان مش شايف، عشان ما بيبقاش راديو. يعني هو بيعتبره ان هو في الحاله مش شايفه، بيقرب عشان يشوف. هنا في مصر عاده بيتهم التلفزيون ان هو اللي عمل كده، لكن التلفزيون مش اللي عمل كده، بس التلفزيون ده قرينه ان في مشكله. الطفل مثلا بيحدق بعينه او بيزرق بعينه، ده كتير جدا ما بيبقى علامه ان في قصر نظر. احيانا في بعض مشاكل في الاطفال بتبان من وضع معين للراس، يعني مثلا الاطفال اللي عندهم ارتخاء خلقي شديد في الجفن العلوي، كتير منهم بياخد وضع معين انه بيلوح رقبته لورا شويه عشان يشوف افضل. بعض الاطفال اللي عندهم مثلا الشلل في العصب الرابع مثلا ممكن ياخد وضع معين للراس. ففي حاجات كتيره ممكن تلفت نظر الاب والام ان في مشكله. حجم العين، لو العين اكبر من الطبيعي ده شيء في منتهى الخطوره، انه ممكن يبقى مثلا علامه لمياه بيضاء خلقيه. حجم العين صغير ممكن يبقى جزء من عيب خلقي مركب. من الحاجات برضو اللي بتلفت نظر الاب والام ان في مشكله لو في افراط في درجه الدموع او افرازات، وخاصه على ناحيه واحده في سن مبكر، كثيرا ما بتكون نتيجه انسداد في مجرى الدموع، واحيانا في بعض الحالات ممكن تبقى برضو نتيجه مياه زرقاء خلقيه. الاهم من كده ان حتى لو ما فيش علامات واضحه او في مشاكل واضحه، برضو اللي يجب ان في وعي عام الناس تفهموا ان الطفل حتى لو ما بيشتكيش، حتى لو مش ظاهر عليه حاجه، يجب انه يتقيم. طبعا احنا قلنا ان معظم الحلقات المفروض طبيب الاطفال لو عنده خبره كويسه ممكن بعد الولاده في يوم او يومين يتم يعني التقييم الحاجات اللي تلفت النظر ان في مشاكل. لو ما فيش اي حاجه والامور مستقره، المفروض يعني بكتيره مثلا على 6 شهور ان الاب او الام ياخد الطفل لطبيب العيون يعمل له تقييم كامل للعين. والامور لو مستقره ممكن بعد كده يتم تقييمه مثلا على سن 3 سنين وعلى سن دخول المدارس. وطبعا البروجرام بتاع المتابعه بيختلف على حسب وجود مشاكل او لا. يعني لو طفل مثلا اكتشفنا ان عنده قصر نظر او طول نظر او استجماتيزم او محتاج نظاره، ممكن البرنامج نفسه بتاع المتابعه يختلف على حسب الدرجه، على حسب وجود تاريخ مرضي في العيله. عوامل كثيره ممكن تخلي البرنامج ده يختلف. يعني باختصار شديد يجب ان يبقى في وعي ان حتى لو كل حاجة ظاهريا طبيعية يجب ان يبقى في فكرة ان لازم يبقى في تقييم. وخلي بال حضرتك ان كتير الاطفال ده طفل، يعني مش هيشتكي، هو بالنسبة له ده مستوى الرؤية اللي شايفه، هو ما يعرفش انه ممكن الرؤية عنده تبقى احسن. ففي مش معنى ان الطفل ما اشتكاش، مش معنى ان الطفل ان عينه شكلها الظاهري طبيعي يبقى معنى ذلك ان كل حاجة تمام. لا، الفكرة دي يجب ان هي ما تبقاش منتشرة. يجب الناس تبقى عندها وعي ان الطفل لازم يبقى على صلة مع طبيب العيون حتى لو ما اشتكاش ببرنامج معين. البرنامج دي طبعا لها برامج كتير على حسب بقى الايه الجهه العلميه اللي اثرتها. كلمه علامات مقلقه، هل تقلق العيله ولا الامور تتقبلها بطريقه اقلاق العيله ده يعني يخليها تلجا للطبيب مش اكتر، زي اللي قلناها حضرتك ان حجم العين مش طبيعي، ان العين مثلا فيها انحراف او زي الحول، ان الطفل مثلا بيدعك في عينه بدرجه جامده جدا، ان الطفل مثلا مش مستحمل الضوء او بيغطي عين من العينين، ان الطفل محرك راسه في اتجاه خاطئ مثلا او بيرفع راسه لورا جامد، او في انحناء في وضع الرقبه
زي كده مثلا، ده طفل مثلا عنده ارتخاء شديد في الجفن العلوي الايسر، وعشان يقدر يشوف بيحاول انه يرفع راسه لورا. ماشي. الاطفال زي ده طفل مثلا عنده شلل في العصب الرابع، العصب الكرينيال الرابع ده، فبالتالي بياخد وضع معين عشان يتفادى انه يحصل ازدواجيه. الاطفال الحجم العين كبير زي كده، او زي الحالات ممكن في بعض الحالات تبقى علامه ان دوت يكون عنده مياه زرقاء زي ده مثلا، حجم العين كبير والعين نفسها فقد الشفافيه بتاعتها القرنيه، فدي طبعا ممكن جدا جدا تبقى مياه زرقاء خلقيه، فدي لازم تلفت فور حدقه العين. لو حدقه العين ظاهره فقدت السواد الطبيعي بتاعها، ده ممكن يبقى علامه لبعض الامراض زي المياه البيضاء الخلقيه او زي بعض اورام العين. الحول لان العينين تبقى واخده اتجاه مختلف عن الاخرى، او في فقدان للتوازي ما بين العين والعين، فطبعا لو استمر بعد 5 شهور او 6 شهور وبصوره متكرره او مستمره، ده طبعا يجب يلفت النظر لفحص كامل للعين لتحديد سببه. هل حاجه كده زي ما قلنا برضو الحالات اللي فيها درجه عاليه من الدموع او الافرازات، ده ممكن تبقى علامه ان في انسداد في القناه الدمعيه، ويجب اتخاذ اجراءات معينه بواسطه الطبيب المتخصص في عيون الاطفال لعلاجها ان شاء الله. الكلمه المخيفه طبعا قرب التلفزيون، الكلمه المخيفه بتاعت المايه البيضاء دي كلمه دايما بتتقال على السن الكبير، يعني لما نيجي نقول واحد عنده مياه بيضاء يقول لك يعني جده عنده مياه بيضاء، بابا عنده مياه بيضاء، لكن طفل عنده مياه بيضاء كلمه هي كونجنتال كاتاراكت موجوده في الطب، بس كان بيكتب جنبها رير، هو بقى رير ولا مش رير يعني نادره ولا هي برضو ما زالت يعني الحمد لله مش منتشره مقارنه بالمياه البيضاء اللي بتحصل في السن الكبير، لكن خطورتها اخطر كتير. يعني احنا ممكن يجي لنا مريض عنده مياه بيضاء مرتبطه بالسن فوق 60 و70 سنه وبقى لها 10 سنين قفله الرؤيه تماما وتعمل له عمليه ويطلع شايف 6 6، لكن الوضع في الاطفال بيختلف، لان وجود مياه بيضاء خلقيه او مبكره في سن مبكر في الفتره اللي فيها التطور النمو الرؤيه في المخ، ده ممكن حتى لو انت عالجته بعمليه جراحيه ممتازه جدا وعامل شغل ممتاز جدا، تلاقي العين مستوى الرؤيه فيها ضعيف ويحصل حاجه اسمها كسل العين. فطبعا كون ان احنا نكتشفها مبكرا ماشي ونتدخل فيها مبكرا شيء مهم جدا، لكن هي القضيه برضو مش قضيه التدخل العمليه مش يعني من الناحيه الفنيه طبعا تختلف كتير عن التدخل في الكبار، لكن طبعا في صعوبات في حاجات كتير. يعني اولا تحديد مقاس العدسه اللي بتتزرع، المشكله ان انا لو يعني خليت الطفل دوت الرؤيه فيه مظبوطه او امتروب، بعد فتره هيحصل ان هو يقلب ناحيه قصر النظر، ولو خليت عنده شويه طول نظر ممكن يحصل كسر في العين. ده جانب من الجوانب اللي فيها مشكله او فيها اختلافات حتى بين اطباء عيون الاطفال. التدخل نفسه يجب مصحوب بخطوات تختلف عن العمليات المياه البيضاء في الكبار. يعني يجب من مثلا مع زرع العدسه اللي احنا بنستخدمها ان احنا نفتح المحفظه الخلفيه وان انا اشيل جزء من السائل الزجاجي عشان ما يحصلش تعتيم. الاطفال طبعا لان ممكن جدا يدعك في عينه ممكن حاجه زي كده، عادة بنفضل ان احنا ناخد غرز بسيطة بتتشال مثلا بعد اسبوع غير الكبار، في الكبار احنا ما بناخدش غرز خالص. طبعا الطفل مش قضية ان انا عملت له العملية وخلاص، لا ده لازم متابعة دورية، نشوف مستوى الانكسار العين، يتعمل له نظارات مناسبة. كتير منهم بيبقى عندهم كسل في عين من العينين او الاثنين احيانا، فطبعا يجب عمل تمارين خاصة معينة لعلاج الكسل. فالقضية مش ببساطة ان انا اعمل له عملية وخلاص، لا ده عيان او طفل بيحتاج متابعه فترات طويله جدا. وبرده حتى بالرغم من ذلك في بعض الحالات وخاصه لو هي جزء من عيب خلقي كبير، ممكن مستوى الرؤيه ما يبقاش بالدرجه المرجوه، لكن ده يجب ان يعمل. انا قلت في الانترو قضيه شايفها انا مقلقه، ان الاطفال بيمسكوا التابلتس والتليفونات ويقعدوا يلعبوا بيها، بل ان في اطفال عندهم اوريدي تابلتس، يعني الاسره جابت لهم تابلت، مشكله كل بيت. وعلى فكره دي على المستوى الاجتماعي خطيره جدا، لان الطفل اللي بيقعد على التابلت اجتماعيا والتواصل بتاعه ورد فعله بيقل عن الطفل اللي ما بيقعدش على التابلت. فانا نصيحتي لكل اب وام ما يشتروش لاطفالهم تابلت لغايه سن 12 سنه، يعني اول تابلت يجي لك وانت عندك 12 سنه، قبل 12 سنه لا تشيل تليفون ذكي ولا تشيل تابلت، ده العلم بيقول كده.
والاب والام اللي يعمل غير كده هيدفع ثمن غالي جدا 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 على المستوى العقلي، تطور العقل، تطور العقل ورد الفعل الكلامي. هنلاقي جيل ما بيعرفش يتكلم، وده خطير. يعني ايه ما بيعرفش يتكلم؟ ده خطير جدا. لكن النظر هل يتاثر؟ في اكتر من شق في الموضوع ده حضرتك. اولا زي ما حضرتك يعني نوهت ليها، موضوع جفاف العين طبعا اي انسان سواء طفل او سواء كبير بيقعد على الاجهزه الذكيه فترات طويله ما بيبقاش في الرمش او البربشه، وبالتالي في زياده في تبخر الدموع من سطح العين، وده طبعا بيعمل جفاف في العين. وجفاف العين ده من الاعراض المنتشره جدا في كل عياداتنا. في قاعده كده اسمها 20 20 20، يعني المفروض اي انسان لما يقعد على اي جهاز ذكي ان كل 20 دقيقه يريح 20 ثانيه ويبص على حاجه على مسافه 20 خطوه عشان يرخي عضلات العين وعشان يساعد على ترطيب سطح العين. فدي حاجه دي بتحصل في الصغار وفي الكبار. بالنسبه بقى لمدى ارتباط التابلتس والموبايلز الحديثه بموضوع عيوب الانكسار او قصر النظر او طول النظر، دي قضيه خلافيه. يعني في بعض النظريات فعلا بتقول ان قصر النظر ممكن في كتير من الحالات يكون ناتج للافراط في استخدام الاجهزه الذكيه، ويمكن معضده بالاحصاءات، لكن التفسير العلمي او الميكانيزم او ازاي حصلت محدش يعرف. وفي نظريات تانية بتنكر كده، لكن ما زال يعني مطر اوف كونتروفيرسيا، ما زال جزء من الحاجات اللي فيها اختلافات. في ناس بتقول اه، في ناس بتقول لا. لكن طبعا بالاضافه لحضرتك ذكرته ان هو حاجه بتفصل الانسان عن الحياه الاجتماعيه، وممكن تاثر على حاجات كتير، تفقده حاجات كتير في الحياه بتاعته. في ناس كتير قوي دايما تقول الطفل هنلبسه نظاره ده نظره هيضعف. ده في معتقد، وممكن تلاقي الجده تدخلت ما تلبسوش النظاره نظره يضعف. دي مشكله حضرتك عياداتنا في اماكن كثيره جدا، بالذات لو في البنات. بنعمل النظاره الكثير من للاسف بالذات من الجدة زي ما حضرتك قلت، بيتهيأ لهم ان النظاره بتضعف النظر. يقول لك ده قبل ما كان بيلبس النظاره كان بيشوف كويس، وطبعا ده مش حقيقي، ان هو الدكتور ما عملوش مقاس نظاره الا لما لقى عنده عيب انكساري يستاهل. فبالعكس انت لو اتاخرت في عمل نظاره لطفل محتاج نظاره هيحصل كسل في العين. ولبس النظاره برضو في مشكله ثانيه في المفاهيم المغلوطه، ان في بعض المرضى بيفتكروا ان لبس النظاره مقاساته هتستمر استقر. طبعا ده مش حقيقي، والا كان كل طفل عملنا له نظاره ممكن نعمله صحيح نظر في هذا السن. هي النظاره لا تعالج، يعني مش بتحسن النظر. النظاره حضرتك اعتبرها وسيله مؤقته، زي مثلا واحد سقع لبس بالطو بالوفر بيت، فكل لما بيشيله بيرجع زي الاول بالظبط. هي وسيله بتظبط الفوكس على شبكه العين، بتشيلها بترجع زي الاول. وبالتالي عشان كده بننصح الطفل او الاب انه يلبسها على طول. هنا للاسف الشديد في مصر وبالذات في البنات، مشكلتنا في البنات يعني في الامهات كتير عندهم مفهوم ان البنت لو لبست نظاره مش هتتجوز، ومن تحت لتحت بعيد عن الطبيب تعمل بجد مش هزار والله تلبس تعمل النظاره، والاب ينفذ والام تدي تعليمات غريبه الشكل والهيئه. ما تلبسيش النظاره لجوه البيت، ما تلبسهاش لساعه المذاكره والكمبيوتر، ما تخرجيش بيها في الشارع، ده هتتعودي عليها، ده هتضعف نظرك. وده بيجني على كثير من الاطفال وبالذات في البنات، وبينتج عنه كتير منهم يبقى عندهم ضعف نظر ويخشوا في كسل في العين، او اللي احنا بنسميها الليزي اي والعين الكسلانه، نتيجة المفاهيم المغلوطة اللي للأسف الشديد في بعض الحالات بتبقى زي ما يكون حقائق لا تتزعزع. لا يمكن إقناع الأم أو الجدة بالمعلومة دي، صعب جدا. وحتى لو هي ما طرحتهاش أمام الطبيب، ده بيبقى مستقر في الوجدان بتاعها، وده اللي بيبقى من خلف الستار أو وراء الكلمات زي ما بيقول، هو ده اللي بيدير الليلة وبيحكم القضية. عشان كده في أمريكا عندهم نفس المشكلة دي، كانوا بيعتبروا البنت اللي بتلبس نظارة في الأفلام القديمة والمسلسلات القديمة كانوا بيطلعوها في صورة البنت اللي هي بيسموها إيه المنبوذة، اللي بتعامل معاملة الدرجة من السخرية التنمر وده كله. فبدأوا يعملوا حاجة لطيفة جدا في كل المجلات، وهم عندهم قيمة في المجلات لغاية دلوقتي، بيصوروا موديلز بالنظارات. أي بيعملوا لهم يعني لازم نجمه تصور بالنظارات، وفي نجمات كتيره حرصوا ان هم يظهروا وهم لابسين نظارات. يعني دي ثقافه بقى، دي ثقافه فاهمين بيتعاملوا ازاي، عارفين عيوب شعوبهم ايه، فبيتعاملوا مع المشاكل دي. المؤسسات كلها بتتضافر في في في, في الثقافه دي. عايز اروح بقى لبدايه سن لبس العدسات اللاصقه للاطفال. هل ممكن طفل يلبس عدسه لاصقه؟ في الغالب بصفة عامة ما بنفضلش العدسات اللاصقة في الأطفال، مشاكلها كتير، لكن ساعات بتبقى بنستخدمها لغرض طبي فعلا احنا مضطرين إليه. ده بيحصل في الحالات اللي احنا بنسميها الأيزومتروبيا، أو في تفاوت كبير في قيمة الانكسار في العين عن عين.
في الحاله دي انا مستحيل اعتمد على النظاره فقط، لان انا لو استخدمت له نظاره بمقاساته الحقيقيه تفضل يشوف الصوره مزدوجه، وده عارض طبعا مستحيل حد يستحمله. ففي الحاله دي اختيارنا يا اما عدسات لاصقه بمزاياها وبعيوبها، يا اما تصحيح ابصار، بس ده كخطوه اولى. يعني هنا في الحاله دي العدسه اللاصقه او تصحيح الابصار بيدي للمخ صوره بالحجم الطبيعي. في الحاله دي اقدر بعد ما بعمل العدسه اللاصقه او بعمل تصحيح الابصار بغض النظر عن الطريقه البسه نظاره خفيفه تعالج اي درجه فاضله بعد العدسه اللاصقه او بعد تصحيح الابصار، وبتعالج الابل الانكسار في العين الثانيه، وبنبتدي نعمل له تمارين خاصه عشان ننشط العين الكسلانه. فكرتها ببساطه شديده ان احنا بنغطي العين اللي هي الاضعف، اسف العين الاحسن، عشان اجبار المخ على استخدام العين الاضعف اللي هي ملبسينها عدسه لاصقه، او في بعض الحالات ممكن فعلا حتى لو سن مبكر نلجا لها لتصحيح ابصار بوسيله من الوسائل المختلفه. ايه بدايه سن؟ يعني في اهل ساعات يستغربوا لما تقول لهم هنلبس الولد نظاره وهو لسه سنه مثلا سنه او سبع شهور. ما فيش اصغر سن ممكن، يعني احنا لو اكتشفنا فعلا ان عنده درجه جوهريه من يعوب الابصار، سواء الاستجماتيزم سواء قصر النظر سواء طول النظر، المشكله ان ده هيحصل وكسل في فتره كده احنا بنسميها الفيجوال ماتوريشن او اللي هو نضج الابصار. دي مثلا في معظم المراجع العلميه في العيون لحد 9 سنين او 10 سنين. لو احنا اتاخرنا في علاج عيوب الانكسار اللي هي القصر والطول والاستجماتيزم بالوسائل المناسبه اللي في معظم الحالات بتبقى نظارات، بيحصل كسل. كسل يعني ايه؟ يعني انا ممكن بعد كده اكون ملبسه النظاره بتاعته والنظاره مقاساتها سليمه 100%، وتلاقي الطفل مثلا لو احنا بنعمل له اختبار على لوحه العلامات التقليديه ان هو سطر واثنين وثلاثه من لوحه العلامات مش جايبه. وبالتالي انا بالعكس كل ما اكتشف مبكرا ان الشخص ده او الطفل ده عنده عيب من عيوب الانكسار واعمل له مقاسات مظبوطه واحرص ان الطفل يلبسها طول ما هو صاحي واتابعه بصوره دوريه مع طبيب العيون، ده طبعا افضل 100 مره. وبنقدر باذن الله تعالى ان احنا نحافظ على مستوى جيد من الرؤيه ونتفادى مشكله العين الكسلانه او الليزي اي واللي احنا بنسميها الامبليوبيك اي. هروح بقى للاهتزاز مقله العين. ساعات الام تلاحظ ان طفلها عنده هزه في مقله العين، ده شيء نستجمس. ده كثيرا ما بيبقى نتيجه مشاكل في العين، يعني عيوب ساعات تبقى عيب خلقي وساعات بتبقى نتيجه احنا بنسميها اجزيه الاوباسيس، يعني عتمات في مسار الضوء زي المياه البيضاء الخلقيه. وبالتالي لما يبقى الطفل عنده دي طبعا هو ليه احتمالات كتير زي كده مثلا الصوره المعروضه ديت، الهزه دي طبعا تلفت النظر الام او الاب ان هو يجب عرضه على طبيب عيون عشان يكتشف هل دي مشكله محتاجه علاج محتاجه عمليه ولا حاجه خلقيه مش هيبقى ليها حل. هل في تصحيح ابصار للاطفال؟ بصفه عامه ما بنعملش تصحيح ابصار الاطفال، ابصار للاطفال، لان الانكسار العين بالليزك او الالترا ليزك او الفيمتو بصفه عامه ما بنعملوش خالص في الاطفال، لان ما بيبقاش في استقرار لانكسار العين. الاستثناء الوحيد وده طبعا انديكيشن محترم جدا ومعترف بيه، الحالات اللي فيها فارق انكسار كبير اكتر من 4 درجات او 5 درجات، لان في الحاله ديت انا ما اقدرش البسه نظاره، لان لو لبسته نظاره بمقاساته الطبيعيه هيحصل الزجاجيه في الرؤيه، عنده قصر عنده طول عالي، المخ بتجيله صورتين مختلفتين او متفاوتين في الحجم، والمخ ما يقدرش ان هو يستحمل اكتر من 5 ل 10% من تفاوت في حجم الصوره اللي جايه من كل عين. اكتر من كده يحصل ازدواجيه لو اصرينا على لبس النظاره. ليه بقى احنا هنا بنقول في العين الاضعف فقط بنعمل لها تصحيح ابصار بالليزك او بالالترا ليزك او بالفيمتو على حسب الحاله؟ لان في الحاله دي المخ بتوصل له صوره بحجم طبيعي من العين اللي هي الضعيفه، اللي هي الضعيفه اللي انا صححت لها الابصار. في الحاله دي انا ما فيش عندي مشكله خالص، اقدر اصلح غالبيه معظم الدرجه اللي في العين دهيت، لكن برضو مش معنى ذلك لازم افهم ابو الطفل او ام الطفل ان ده مش تصحيح ابصار تقليد زي اللي بنعمله فوق ال 18 و19 و20 سنه، ده هنا مجرد او بعمله عشان ادي فرصه افضل للمخ ان هو يعمل تطور للعين دهيت ونتفادى العين الكسلان، وبرضو بنلبسه نظاره وبرضو بنعمل له تمارين. ده فده الاستثناء الوحيد لشرط السن في تصحيح الابصار. هل طب العيون الاطفال تخصص منفصل اصبح دلوقتي فرض نفسه؟ وهل فحص الطفل مختلف عن فحص الكبير؟ في حاجات كتير من في عيون الاطفال ممكن معظم احنا بنسميها جنرال اوفثالمولوجيست او طبيب العيون العام يعملها، لكن في حاجات معينه فعلا في عندنا تخصص منفصل او مش منفصل، تخصص سب سبيشاليتي
بنسميها طب عيون الأطفال. في بعضنا ما بيشتغلش إلا عمليات عيون الأطفال، زي مثلا ارتخاء الجفن، زي عمليات الحول، زي عمليات المياه البيضاء في الأطفال. طبعا فحص الطفل يختلف في حاجات كتيرة جدا عن الكبار. في حاجات معينة أنا بحاول دايما يعني بصفة عامة بنحاول بقدر المستطاع إن احنا نجذب الطفل للطبيب في الأول، يعني بنحاول بشوكولاتة بمبوني بحاجة نجذبه، بنحاول نلعب معاه وكل كان. في بعض الأطفال ممكن يبقى ظريف جدا ولافلي جدا ونقدر نكمل الكشف بتاعه في العيادة، لكن أحيانا في بعض الحالات زي بالذات قياس انكسار العين أو فحص قاع العين ممكن الطفل طبيعته طفل عصبي شوية أو سوري في اللفظ نكد شوية، ممكن ما أقدرش إن أنا أفحصه في العيادة، ممكن فعلا أحتاج إن أنا أفحصه في جلسة تانية تحت مهدئ من أحد المستشفيات، بتبقى زي سيشن كاملة كده أطفال فحص تحت مهدئ، بنستكمل التقييم بتاعه وبنقدر إن إحنا نشوف كل اللي إحنا عايزين نشوفه. برضو في حاجات تختلف، يعني مثلا حاجة بسيطة مثلا لوحات العلامات اللي احنا بنقيس بها النظر اللي في الكبار غير الاطفال، يعني في الكبار مثلا بعلامة زي حرف السي او حرف الاي، في الاطفال لا، احنا بنحط له مثلا شكل حيوان، شكل لعبه، حاجات هي تلفت نظره. زي في وفي الطفل الاصغر طبعا السن بيبقى ليه دور، يعني الاطفال الاصغر من كده في اجهزه خاصه بتقدر ان احنا نتنبأ بيها لمستوى مثلا الابصار غير الكبار، يعني ففي فروق كتيره جدا في طريقة تقييم ضعف الإبصار في الأطفال عن الكبار. أنت أسعدتني بهذا الحوار سعادة غامرة، وتنوعنا واستمتعنا ب يعني زي ما بيقولوا نزهة جميلة في عالم طب الأطفال. قبل ما نمشي التلغراف الأخير للأم والأب أو لكل عيلة، التلغراف الأخير أول حاجة أن طبعا من البداية اهتمام بصحة الأم أثناء الحمل والتغذية السليمة ليها مهمة جدا للطفل، مهم جدا ان الاب والام يبقوا على علم ان امتى الطفل يتفحص اول ما يتولد، وبعد مثلا 6 شهور وعلى 3 سنين وعلى 6 سنين، وبعد كده على حسب درجه الابصار حتى لو عينه شكلها طبيعي جدا. وبرده لازم تعرف العلامات، في علامات مقلقه شويه او يجب الانتباه ليها زي الحول، زي افراط في الدموع، زي حجم عين غير طبيعي، زي طفل بيقرب من شاشة التلفزيون بصورة مبالغ فيها، طفل بيزر على عينه، كل دي علامات يجب ان هي تلفت نظر الام ان هذا الطفل محتاج استشارة من طبيب عيون متخصص، عشان بحيث ان لو في اي مشكلة في دايما في الاطفال بالذات التشخيص المبكر مهم جدا 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 لتلافي مضاعفات كان من السهل علاجها لو اكتشف مبكرا. انت نورتني، شكرا جزيلا. كالعادة ممتع في حوار، وكالعادة موسوعي، حوار شديد الأهمية للأسرة المصرية. الأسرة المصرية لازم تنتبه لعيون أطفالها. ضيفي العزيز الأستاذ دكتور حاتم أمين خطاب، أستاذ طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون، زميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأوروبية والمصرية لتصحيح الإبصار والمياه البيضاء، والجمعية المصرية لعيون الأطفال، والجمعية المصرية للمياه الزرقاء، الاسم العلمي المتميز في الناس الحلوة. عيون أطفالكم أمانة في رقبتكم، هو طفل مش هيقدر هنا، يعني من السيتويشن اللي نقدر نقول عليها انه صحه انسان في ايد انسان تاني، دي مسؤوليه كبيره، زي ما عيون الكبار السن امانه في ايدين اولادهم، برضو نفس الكلام. اهتم باللي حواليكم قوي، المصري مميز في الحته دي قوي، والحقيقه في العالم كله، عشان برضو ما نبقاش ميالين، حكايه الامومه والابوه دي في العالم كله، خليكم دايما. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري، المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنه اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاتره. ده علم،
يقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، اهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي ترضي المريض هي الخطه العلاجيه، الوظيفه والشكل. عمل فردي لا انت فاشل. الابتسامه دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصه، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معا، ولا انا غلطان؟ احنا مستحيل هنعرف نحضر الاسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي احنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضه نفسها مش معموله من ماتيريال واحده. ترتيب الشغل ما بيننا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه. احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي انه طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. هي لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور لا. عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده و... لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، لو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يزيش دروس جنبه. لا درس وجعنا كده هخلاه يعني، اروح لدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي و... اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع، واتكلم على فكره المدرسين والمدرسات، فكره الانطباع بتاع التدريس، ان المدرس والمدرسه لما بيدخلوا ويشوفوا اسنان جيده في عند امتحانهم لتلامذتهم بيدوا لهم درجات افضل. ده مهم جدا. برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الأسنان في أكتر من شخصية، يعني مثلا الناس بتوع والت ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر، يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمة جدا في شكل أي حد. لما تشوفوا مثلا توم هانكس في أفلام اللي عملها في والت ديزني غيروا شكله، لما تشوف مثلا جوني ديب في افلام اللي شبه والت ديزني كان عمل مع والت ديزني ولا بيغيروا شكله، بيغيروا الكاركتر بتاعه. فلما بيعملوا الساحره الشريره لهم كاركتر لازم يدوها انطباعات، معظمها في الاسنان، اسنان مدببه فيها فراغات سودة او مصفره. الانسان الغبي يعني لما تيجي تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب، كان بيشتغل اللي هو بيقوم فيه بدور حلاق، وفي فيلم رائع جدا. الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الرجل الفاسد او الضابط الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه هي الكاميرا معظم الوقت جايه على سنانه. جشع، الفروقات، البروزات، الاصفرار، الشكل الغريب تعبر عن الجشع. احنا في مصر هنا بنعمل ده يعني. جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الاستاذ محمود حميد عبقري السينما المصري، الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجه فظيعه طبعا في الطب، خلع اسنانه، شالها. طبعا
دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني لكن بيسودوا المكان على اساس يبان انه ما فيش سنان، في سواد. ده اسمه انطباع. ولذلك الاسنان نوصل للنتيجه هي المعبر الاساسي عن الشخصيه، المعبر الاساسي عن الاحساس. هنفهم الكلام ده واكتر منه النهارده في حوار مثير للغايه مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشره العمر دكتور نير الدين مصطفى. اهلا بيك يا دكتور. حبيبي نورني. اخبارك ايه؟ وانا عارف طيب. انت طيب. بتحب السينما انت وبتحب الحاجات طبعا. وليك انت فن. يعني جانب فني مهم طبعا جدا. اقوله اقول. انت بتكتب شعر، انت محترف اساسا وعملت يعني اغنيات. هي هوايه. ايوه بس عملت اغنيات. في حاجات موجوده في في عملت في سوق الاغاني محمد محي وجنات تمام. يعني ما الفن كله منفذ في بعضه. ده لا ده انا بتكلم على الاغنيات. انا بقول لك ما هو الفن كله منفذ في بعضه، سواء بقى اسنان، ما هي الاسنان فن، سواء اي موهبه فنيه تانية في الاخر بيبقى عندك حس الفنان. الوسط الفني كله بيعمل سنان معظمه. لو عمل سنانه غلط ممكن يعمل يعني يحصل له كارثه في التعبير. متهيألي احنا شفنا كتير ناس شكلها اتغير وناس بقت ضحكتها مش طبيعيه كتير موجود في السينما وفي الاعلام وفي التلفزيون. ناس كتير عملت اسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنن تقول انا مش عايز اسناني زي فلانه. يعني اكبر دليل على الفشل ان تبقى هي مضرب للمثل في الفشل، في فشل في فشل شكلها. انا مش عايزه اعمل سناني زي فلانه، دي معناها انها اخطات في حق نفسها، اخطات في اختيار الدكتور اللي عمل لها اسنانها، اخطات في قبولها للشكل اللي مش طبيعي لها وصلت. اخترت النهارده ستايل معين في الحلقات ان احنا نحكي كيس. ليه اشمعنى لاول مره يمكن في الاسنان نحكي قصص؟ اشمعنى؟ علشان دي الاقرب لوصول الناس. يعني الكيسز دي او الناس اللي بتسال هي ناس موجوده على ارض الواقع عندها مخاوف وعندها استفسارات، احنا عايزين نبقى قريبين منهم. فاخترنا ان احنا يبقى حالات او ناس بتسالنا بحيث نجاوب عليهم، لان دي ناس كلها موجوده في على ارض الواقع، مش حاجات اسئله احنا اللي عايزين نقولها. طيب هنبدا الاول. اول سؤال في عادتنا النهارده بيحكي بيقول انا عملت تجميل في اسناني لكن سناني شكلها مش طبيعي، واكثر من شخص سالني عملت ايه في اسنانك، ايه الحل عشان ارجعهم تاني للشكل الطبيعي؟ تمام، خلينا نتفق ان احنا حتى لو عملنا اسناننا بشكل خاطئ فاحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي. لازم الاول الناس تفهم ان التجميل او مجازا هوليوود سمايل او اي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا، هو في الاخر هو الحصول على ابتسامه مثاليه فت عليا انا. ما ينفعش اكون عامل لك اسنانك وعاملها لاخوك وعاملها لابن عمك وعاملها لمجموعه من الناس، زي ما بنشوف كده تلاقي ال 20 حاله بتخش عند دكتور يخرجوا نفس الشكل. ده مش مظبوط. الابتسامه بتتفصل للواحد. تمام. طيب الابتسامه بتتفصل للواحد اصلا ازاي؟ لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنه ايه. الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده، علشان لما يجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خالقها. لو انا بعدت عن المضمون ده انا عملت تجميل فاشل. يعني خلي دايما المضمون الاساسي هو الحصول على ابتسامه مثاليه طبيعيه تبقى خلفيه ليا، ما تبقاش هي المتصدره المشهد. دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وانت بتضحك ابقى باصص في عينك مش سنانك اللي واخده عينيا. لو سنانك واخده عينيا لاي سبب، على فكره ممكن تكون سنانك طبيعيه واخده عينيا لان لونها مثلا اصفر بزياده عن الكاركتر بتاعك، ما هتاخد عيني برضو. يعني مش معنى ان كل الاسنان الطبيعيه انها حلوه، لا احنا بنتكلم على الاسنان الطبيعيه الايديال اللي اتعلمناها اللي هي بتدينا انطباع زي ما انت قلت. الشكل بيديني انطباع. لما اتعمل سيرفي يعني عن احسن الاشكال واحسن الانطباعات وصلنا لمجموعه من الاشكال هي دي الطبيعيه اللي شكلها حلو اللي علاقتها ببعض متناسقه، علاقتها باللسه متناسقه، علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامه متناسقه، علاقه الابتسامه كلها مع الوش متناسقه. ده علم لازم اكون دارسه، بالاضافه زي ما قلت لك انك لازم تكون عارف شكل الاسنان الطبيعيه شكله ايه. عشان كده احنا جايبين صور بنوري اشكال سنان، مش احنا دي اسنان في الحقيقه. يعني دي الاسنان الطبيعيه عشان لما نيجي نتنقل ان احنا هنعمل اسنان لازم نعمل
الشكل الطبيعي ده. السؤال الثاني بقى سؤال او قصه مهمه. بنت بتقول انا عايز اعمل تجميل سنان. تمام. شلتي واصحابي حذروني قالوا لا ما تعمليش لانه في بنات كتير من شلل تانية منافسه عملت سنانها وطلعوا مش حلو. شكلهم مش حلو. وقعدوا طبعا يناموا عليه. ما هو خلينا نتفق على حاجه. اي حاجه بتبقى ترندي او عليها اقبال كبير بيبدا غير المتخصصين يشتغلوا فيها لانه خلاص سوق مفتوح. ودايما الناس خلينا دايما نتفق ان المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد او مواد معتمده بيبقى له يعني تكلفه معينه. واحنا هنا في مصر او في الوطن العربي ملوك الـ 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 الخصم والحاجات دي. انا دايما عندي راي ان الخصم في البدله في الجزمه مش في صحتي، لان الخصم في ان انا ابقى دايما بدور على الخصم او بدور على الارخص فانا برخص من صحتي نفسها وبخصم من صحتي وبخصم من عمر المنتج اللي انا خدته. فطبعا تدخل في مجال التجميل وفي كل المجالات على فكره، مش مجال التجميل بس، في مجال التجميل وفي الزراعه وفي مجال الطب كله. اي حاجه بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصه بتخش فيها، النتيجه منتجات شكلا ووظيفه خاطئه. فالناس توهمت ان العيب في التجميل، انما عمر العيب مش عمر العيب ما كان في التجميل. انا هوريكم الصور اللي بتورينا التجميل شكله عامل ازاي. اللي هيشوف ان التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكله. لكن في دكاتره كتير في مصر معتمده وفي الوطن العربي معتمده بتدينا منتجات للتجميل طبيعيه. دي اسنان طبيعيه. اللي عايزين نقوله ايه؟ زي ما انت شايف السنه الطبيعيه في بعض الاسنان بيبقى فيها شفافيه، الجزء الانسايزل زي ما انت شايف شفاف. هنشوف صوره تانية عشان انا اوريكم دي، ده نوع تاني من انواع الشفافيه. خدت بالك ان الاولاني كان شفاف بطريقه وده شفاف بطريقه تانية، بس ستيل عندي حاجه اسمها ايه؟ الشفافيه. لازم نبقى فاهمين ان السنه الطبيعيه ربنا خالقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات، بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء. الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسن. هنشوف شكل هنا بقى. دي اسنان معموله تجميل. انت شفت الاسنان الطبيعيه وده اسنان معموله تجميل. احنا بنحاول نوصل ليه؟ بنحاول نوصل للشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه. فيها الجزء الشفاف متناغمه مع شكل الابتسامه بتاعتنا، لونها طبيعي. لان قصه بقى ان انا اروح اعمل الالوان اللي هي الابيض التباشير وابيض الثلاجه وابيض التشوكليتس، ده مش تجميل. زي ما انت شايف دي اسنان معموله. انا وريتك في الاول اسنان مش معموله، دي اسنان معموله. الاسنان فيها التعريج الطبيعيه ايديال مرصوصه صح. هنا لازم يكون الدكتور عارف ال 21 كرايتيريا للتجميل السليم، اللي هو الميد لاين خط المنتصف فين، علاقه طول السنه لعرضها، علاقه السنه اللاترال بالسنه السنترال، علاقه الاسنان باللسة، علاقه لون الاسنان. تشيك ليست كده انت عمال تعدي عليها علشان توصل ان انت عندك اسنان ايديال. دي اسنان معموله، يعني دي اسنان تجميل. فالعيب مش في التجميل، العيب ان انا اروح لدكتور مش متخصص في التجميل. وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله، الوطن العربي ومصر فيها دكاتره شاطره في التجميل. اهم حاجه ايه؟ انا دايما اي حد يسالني اختار دكتور التجميل ازاي، اختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي. اول حاجه بسال مهندس الديكور ايه، بقول له وريني شغلك، صح كده؟ مش هروح سلمه بيتي، بقول له وريني شغلك، ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل. ازاي بروح اشتغل عند دكتور انا ما شفتلوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفيليه مثلا؟ انت رايح لدكتور اسنان مش رايح لعارض ازياء مثلا. لما اكون رايح لعارض ازياء اشوف البدله والجاكيت والطبيعه، لا انا رايح لدكتور اسنان يبقى بشوف شغل، يبقى انا رايح اتفرج على شغل. دي اسنان معموله. شايف كميه يعني شايف التعريج اللي جوه السنه؟ السنان دي كلها معموله هاند ميد، مش معموله بمكن. لان انا في التجميل انا ما بحبش المكن. المكن يفيدني جدا سرعه ودقه لما اكون بعمل اسنان خلفيه، لكن عايز اعمل جمال، الجمال دايما هاند ميد.
دي حالة كانت عاملة تجميل زي ما انت شايف، اللي فوق ده تجميل، ده اللي بيخوف الناس، التجميل اللي فوق ده. ده الحالة النص الفوقاني ده كان عامل تجميل، يعني مش سنان طبيعية. دي مش سنان، ينفع دي تبقى شكل سنان طبيعية؟ ده تجميل، ده يدعي، يعني يدعي اللي عملها ويدعي وتدعي اللي عاملاها انها كانت عامله تجميل. بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت هي نفس الحاله. ما كان مأساة كبيره يعني. اللي تحت اسنان طبيعيه. اتفرج على اسنان. الماتيريال نفسها مختلفه. الماتيريال مختلفه لان اللي فوق اصلا تصميم مختلف. اللي فوق اصلا الماتيريال غلط، لانها ماتيريال بلاستيكيه وهي أسوأ انواع التجميل في العالم. بلاستيكيه. هي اصفرت. بتجمع بواقي اكل زي ما انت شايف، تعمل التهابات في اللثه، شايف اللثه كلها ملتهبه وفي خطوط حمراء غريبه كده. اللي تحت بقى اتبنت السنه، بتاخدها تعملها هاند ميد، بتبني طبقه على طبقه على طبقه، لان الاسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات، هي مش بلوك، هي طبقه عليها طبقه عليها طبقه، وليها توزيع، حاجه اسمها دنتين وانامل ليهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل طبيعي. طول ما انت مش طول ما انت عايز تبعد عن الشكل الطبيعي فانت بتعمل تجميل غير طبيعي. عايز اقول لك ان الفرق ما بين الانسان والقرد هما في الجينات 99% زي بعض، صح؟ مش هما في الجينات كده؟ الفرق بينهم توزيع الشعر، شكل الجمجمه حاجات خفيفه جدا، بس ده انسان وده قرد. برضو في التجميل الفرق ممكن يكون طفيف جدا، بس ده تجميل حقيقي طبيعي وده تجميل فيك، ده تجميل تباشير، ده تجميل ما فيهوش تناسق، ده تجميل ما يليقش عليا، ده تجميل لونه بعيد تماما عن لون بياض عيني. كل التفاصيل دي تخلينا نحصل على المنتجات اللي مخوفه الناس، انما التجميل كتجميل لا، التجميل هو ان انا بلبس حاجه حلوه عليا، حاجه فت، ده شكل اسنان طبيعيه. يعني دي مش معموله، فانا بوريك، عمال اجيب لك سنان معموله، سنان مش معموله عشان اوريك ان اقدر اعمل بالتجميل سنان شكلها طبيعي، دي اسنان طبيعيه ما اتعملتش. فيها التعاريج الطبيعيه، فيها الجزء الشفاف، ده اللي احنا بنحاول دايما نحاول قرب على قد ما تقدر من الجمال اللي ربنا خلقه. كل ما تقرب من الجمال اللي ربنا خلقه كل ما تاخد نتيجه صح. امبارح لسه صديقه من دوله عربيه بتعرف لسه بتعرف عليها بتسلم عليا، انا مش شايف حاجه غير سنانها. معموله غلط. طب ما هو ما دام انت مش شايف غير سنانها تبقى هي غلط، لان أنا المفروض ما تشوفهاش. يعني سلمت عليها في اول في اول حفله مش شايف غير سنانها، جه في اخر حفله بتسلم عليها تاني بقولها من حضرتك ما انا مش شايف بقى. انت عارف سنانها. انا يعني انا عرفتها بالسنان، السنان هي اللي مصرفه. زي ما قلت لك قبل كده، الابتسامه هي خلفيه لا تتصدر المشهد، لازم تكون مريحه لعيني. ما تاخدش عينيا. تباشير ده كارثه. لا انت الابيض وتشيكليتس بقى اللي هو الاست تشيكليتس تقال على اللون وعلى التفاصيل لانها بلاطه ما فيهاش اي تعريج. احنا السنان الطبيعيه فيها تموجات. الناس اللي دارسه اضاءه لما بيجي يصورك بيبقى في حاجه معاه، المصور بيبقى معاه حاجه اسمها سوفت بوكس. سوفت بوكس ده مهمته ايه؟ ان الضوء ما ينعكس من على الكيس زي المرايه. هم بيسموها في الاضاءه ان الصوره تلسع. لما بتعمل اسنان مش مظبوطه ما فيهاش التعريج الطبيعي، ربنا خالق جوه السنه تموجات، التموجات دي تعمل عمل السوفت بوكس اللي هي الضوء لما يخش عليها يحصل له سكاترينج، ما ينعكس، ما يبقاش عامل زي الازازه، مش عامل زي التشيكليتس. فحتى لو انت مختار ماده صح وعامل الديزاين صح بس ما عملتش جوه السنه التموجات الطبيعيه للسطح الطبيعي للسنه اللي ربنا خالقها، فبرضه هتتفاعل مع الضوء بشكل مش مظبوط. طيب السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. بتقول انا فقدت اسنان عايز اعمل زراعه، سمعت عن بلازما الزراعه، هل هي طريقه امنه؟ خلينا بس نتفق على حاجه. ان بيطلع ترويجات واعلانات ملهاش معنى. الزراعة في الآخر هي زرعة مصنعة من التيتانيوم بتتحضر في العظم وتتحط جوه العظم، وبننتظر الوقت المناسب لغاية ما يحصل التحام كامل بين الزرعة وبين العظم، تمام؟ البلازما هي حاجة بتتحضر علشان خاطر تتحط على اللثة علشان خاطر تساعد على الالتئام، على سرعة الالتئام.
انما هي ما بتغيرش عشان الناس بيضحك عليها. يقول له ايه تعالى في جلسه واحده هنعمل لك الزراعه بالبلازما. مفيش حاجه اسمها زراعه بالبلازما اصلا. الزراعه البلازما هي حاجه بتساعد على الالتئام، انما تكنيك الزراعه واحد. الزراعه هتتم في 3 شهور يبقى تتم في 3 شهور، هتتم في 6 يبقى تتم في 6، هتبقى فوريه هتبقى فوريه. البلازما لا تغير من التكنيك. طيب هل في حاجه اعلى من البلازما؟ اه في حاجات اعلى من يعني البلازما هي بيتسحب من دم المريض وبتكنيك معين بتطلع البي ار بي اللي هي اللي فيها بلازما ريتش، بليتلس ريتش بلازما او بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. حلو، دي متجمع فيها الجروث فاكتور بتاع الجسم. فانت لما تحطها في مكان الجرح بيلم بسرعه، لانه جروث فاكتور بيعمل التئام سريع. الاقوى منه بقى البي ار اف، البلازما البليتلس ريتش فايبرين. دي الاعلى. ليه؟ لان انت بتجيب بقى نسيج كامل، مش 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 حقن، ده نسيج بقى كامل، وبتحطه في مكان الجرح ومركز اكتر في الجروث فاكتورز، فبيعمل التئام اكتر. بس الاثنين في الاخر ما نضحكش على الناس، ما اروحش اقول للناس ده خد بالك ده احنا عملنا ثوره علميه في الكون وجبنا البلازما ولا جبنا البي ار اف علشان خاطر احنا غيرنا تكنيك الزراعه. تكنيك الزراعه ما اتغيرش، دي عوامل مساعده على الالتئام. دي طريقه تحضير البي ار اف. البي ار اف هو مهمته انه بيساعد على الالتئام مش اكتر، انما ما بيغيرليش للتكنيك ولا نقل ثوره علميه. زي ما بلاش نبقى بنبيع، يعني خليك دكتور، خليك دايما اتعامل على انك دكتور، قول الحقيقه العلميه. هو حاجه مفيده وبتعمل سرعه التئام، ما تقول المعلومه كده لا بس. ليه اقول والثورة العلمية والاختراع في الاختراع وجبناه وغيرنا العالم ما حصلش ورجعوا ليا مهلا مرجعية ما هو طالما رجعوا ليا. دي 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 بتوري ان البي ار اف بيساعد ازاي على الالتئام السريع للحالة. انما زي ما قلت لك هو ما غيرش التكنيك. التقنية هي التقنية، التقنية هي التقنية. زي برضو ايه تيجي لك حالات تقول لك ايه دكتور انت بتزرع بالليزر؟ يعني ايه حاجه بزرع بالليزر؟ ما لو هستعمل الليزر ان انا افتح اللثه، ما هو ده ما اسموش زراعه بالليزر، اسمه فتحت اللثه بالليزر. يعني المعلومه انا هفتح الليزر اللثه بالليزر مش اكتر. لكن ازرع بالليزر يعني بعمل دريلنج، يعني عشان التوصيف يبقى صح، يعني بحضر جوه العظم بالليزر، وده مش حقيقي. انت بتحضر جوه العظم بنفس الطريقه الكونفنشنال العاديه بتاعتنا اللي بنستعملها. لكن ممكن الليزر لما افتح بيه يبقى مثلا بيقلل البليدنج، بيقلل النزيف، بيقلل الالم، بيساعد على التئام اسرع. اقول لك اه، لكن ما تقوليش دكتور انا عايز تقنيه الزراعه بالليزر، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. فعلشان الناس تبقى فاهمه ان في او يفرقوا ما بين حد طالع يعمل ماركتنج وحد بيتكلم طبي. اما الماركتنج ده حاجه سخيفه جدا جدا. انا شايف في الطب يعني خليني صريح، خليني اقول لك المعلومه، اقول لك المعلومه صح. انت عايز تاخد كلام علمي وتشتغل بيه اهلا وسهلا، عايز تروح بقى في سكه لا اصل انا عايز ازرع بس كل الحالات تقول لك ابي ازرع واركب دلوقتي. طب انت حالتك ما تنفعش، انت ما تقولش، ما اكيد الدكتور نفسه يزرع لك وتركب وتروح النهارده لما تيجي بقى وقعد وتشتغل وتزرع وبعد كده يستنى وتجيله تاني. اكيد هو مش عايز، هو الدكتور مش عايز كده، اكيد الدكتور عايز الطريق الاسهل. بس اذا كان ينفع، كل ما قدمناه في طب الاسنان في السنوات الماضيه كان من اجل الثقافه. نحن نريد ان نثقف العالم العربي، نثقف العالم العربي في اهميه الاعتناء باسنان. ايضا من ضمن اهدافنا المهمه ان احنا ابرزنا مهاره الطبيب المصري، وده هدف للبرنامج في كل برانشاته. الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه، بندافع عن قيمته، بندافع عن مهارته، بندافع عن امكانياته، بندافع عن اجتهاده، بندافع عن اسمائه. صحيح ان احنا ما نقدرش نطلع ال 150 ولا 170 الف طبيب مصري، نتمنى انهم يطلعوا معنا كلهم، فاحنا بنطلع ريبريزنتيتيف او معبرين عنه. الثقافه والتعبير عن قوه الطب المصري دول اهدافنا الحقيقيه. يبقى انه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقليه العربيه. ضيف العزيز، صديق العزيز والزميل العزيز، وزي ما قلت عشره العمر، الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزياره. خليكم دايما معنا سلام.